بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. منهج الله يريد أن يصوب حركة الحياء من الأحياء، ويريد أن لا يجري دم في جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد، فلا يدخل دم في جسد من عرق سواه، وإلا فسد المجتمع، وظن كل قادر على الحركة بحركته، لأنه لا يطمئن إلى ثمار هذه الحركة أنها لا تعود عليه، ويغتصبها منه مغتصب بأي لون من ألوان الاغتصاب. فالقادر على الحركة يزهد في الحركة، والآخذ على البطالة يعود نفسه أن يجري في جسده دم من عرق غيره، فتصعب عليه الحركة، ويصبح كما نقول في التعبير العام بلطجي في الحياة. إذن فالله يريد أن يطمئن كل إنسان على حركة حياته، فلا يمكن أن يتلصص واحد على ثمرة حياة الآخر، لأنه إن كان قادرا ظالم، وإن لم يكن قادرا بل كان عاجزا، فضمن الله له في حركة حياته من حركة حياة الآخرين زكاة وصدقة وتطوعا. إذن لا بد أن تسلم حركة الحياة. فأراد أن يعطي الموازين الدقيقة، والموازين إن كان في المكيل أوفوا الكيل، إن كان في الميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولكن ليس معنى هذا أنها كيل وميزان فقط، بل كل أمور ترجع إلى تقدير عادل. ففي المساحات نقول برضو اعمل إيه، امسحها مسح كويس وقيسها قياسة كويسة دقيقة. ما دام قلنا في المكيل وقلنا في الموزون، طب وفي العدد برضو اضبطها في العدد، مش يبقى عايز 10 تديله 7 وتاخد 12، لا. يبقى إذن في كل مقياس شيء كيلا أو وزنا أو مساحة أو عددا. وإياكم أن تحلو في نفوسكم التلصص على حركة الآخرين بأي نوع من أنواع التسلط، فمرة يكون غصبا، ومرة يكون اختطافا، ومرة يكون اختلاسا، ومرة يكون سرقة. الألوان مختلفة من اغتصاب الحقوق، وفي فارق، هي أخذ غير حق، بس وسائل متعددة كثير. اللي معروف عندنا السرقة أن تأخذ شيئا من شيء في مكان حرزه، يبقى دي اسمها سرقة، صاحبه مش موجود وخدته من الحرز. لكن في حاجة تانية، يكون واحد فرش محله كده وحاطط سلع قدامه، ويجي واحد هو قاعد بعيد عن السلع، ايده ما تطولش اللي هناك، يقوم يجي يخطف منه حاجة ما يلحقوش، اسمه قصف. لا، طيب غصب، ام قال لك محطوط حاجة راح واخدها، ام صاحب الشيء مسكها فقعدوا ايه يتجذبوا. طيب اختلاس، ان يكون مأمونا على شيء فيختلس فيه، اعطاء غير حق يرتشي. إذن أي وسيلة من وسائل أخذ حق الغير دي ما يمكنش توجد في المجتمع. فإذا علم كل متحرك أن ثمرة حركته مضمون له، وعلم كل غير متحرك أنه يموت جوعا ما دام قادرا إن لم يفعل، دبت الحركة في كل الأحياء. وما دام تدب الحركة في كل الأحياء، لا يريد الله منا إلا أن نعمل، لأنه خلق لنا عقل هو اللي خلق، وخلق لنا مادة هو اللي خلق،
وخلق لنا طاقة هو اللي خلقنا. فأنا حركت بتعمل ايه؟ بتألف بين هذه الأشياء. وفكروا بالعقل المخلوق لله، في المادة المخلوقة لله، بالطاقة المخلوقة لله. يبقى انت لك عملك ايه؟ انت بتوجه موجود من الله الى شيء، وعلى اساسه تاخد الايه؟ تاخد الحركة. فقال اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، تنقصوها تغتصبوها كلها، تتصرفوا في حاجه مش حقكم. كل دي الامور دي بيمنعها المجتمع كله، عشان المجتمع يبقى مجتمع سعيد. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. احنا قلنا المخسر زي تقول لفلان انا فلان اربح فلانا، يعني ايه؟ يعني جاب له ربح. طب وفلان اخسر فلانا، يبقى جاب له خساره. ما تكونش من المخسرين الذين ايه؟ يخسرون الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. الحق سبحانه وتعالى جاب كلمه عامه في قوله ولا تعسوا في الارض مفسدين. عسيا زي تعبة، عسيا تعبة، يعسى يتعب، تبقى عسيا يعسى يعني أفسد، أو عسى يعسو أي أفسد. طيب ما دام قال ولا تعسوا أي لا تفسدوا، وبعدين قال مفسدين، ولا تعسوا في الأرض حالة كونكم مفسدين. طب إيه يعني جاب دي ليه؟ ما هي تعسى بمعناها لا تفسد. أما قال لك لا، لأن فيه فرق بين إفساد شيء وأنت لا تقصد إفساده، إنما حركتك أفسدته، إنما ولا تفسد وأنت قاصد الإفساد. علشان ما نمنعش الناس تقعد تفكر في الأمور ونقول لك نجرب دي ونعمل دي، هو ما قصدوش إفساد. يبقى لا تفسدوا حال كون نياتكم في الإيه؟ في الإفساد. إنما ما نقولش بقى إننا نوقف عقول الناس، واحد يجرب حاجة وما عندوش نية إفساد، إنما هو جرب أنه ما نفعتش. يقول لك لو كان ليس في نية الإفساد وقاصد صلاح الحركة، الله وحده يصوب خطأه. الله. يقوم يعوضه في حاجة ثانية كده، علشان ما نوقفش حركة الحياة. ولا تعسوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا وأنتم قاصدين إيه؟ الإفساد. طب وهي الارض نفسدها ازاي؟ ما احنا اذا افسدنا الارض بنفسد المتحرك عليه، لان الارض مخلوقه للانسان، والارض وضعها لمين؟ للانام. وما دام قال ولا تعسوا في الارض مفسدين، فكان انتوا اللي هتجيبوا الفساد. زي ما قلنا امبارح، الارض مخلوقه على هيئه ايه؟ الصلاح. انت اللي هتفسدها بقى. واستدلنا على كده بأن الفساد لا يطرأ على شيء ليس للإنسان فيه حركة، إنما كل الفساد بيطرأ على إيه؟ على شيء للإنسان فيه حركة. الفلك الأعلى اللي ما بنطلوش ما فيش فيه إفساد، ليل ونهار وشمس وقمر ومطر ومش عارف إيه وريح، ولا نفسدها. إنما نفسدها بإيه؟ بحاجة تانية. أنا مطلوب مني إنني إيه؟ أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ما استعمرش وسيبها خراب. ويقعد اللي يطلع لي كده من الخصب اللي موجوده ويقضيني، ولما يكثر الناس يضيقوا بي. لو انني مشيت اصلاح الارض واستثمارها كما يسير النسل في الزياده، ما كناش نضرب الحكايه دي. كل ما يجي الناس يزيد كنا احنا سبقنا بالحركه. انت لما تمشي طريق الصحراء تنتجد ايه دلوقتي؟ تجد ارض وخبره وزراعه وعماله الله. كانت فين دي من زمان؟ احنا اللي كنا كسلانين، احنا اللي كنا وقعدناش افتكرناهاش لما عضينا الجوع وضاقت بنا الارض. لو اننا تمشينا مع كثرة السكان بكثرة حركة كان ما نشعرش بحركة السكان. وياريت ما نسيبها كده، ده احنا نسعى فيها افساد. المية مثلا اللي بتيجي في النيل، ان المية بتنزل كده من السماء مقطرة. شوف انت لما تجيبكم شوية ماء كده وتقطرهم في الأجزاء كان عشان تجيب ماء مقطرة، اهي الماء اللي نازلة من السماء دي مقطرة. ليه؟ لان مسطح الماء اللي موجود في الكون الشمس عمالة تدي فيه حرارة وعمال يتبخر. معنى التبخير يعني ايه؟ اهو التبخير هو التقطير، بيطلع كده وبعدين ينزلها ايه؟
صافية. وتنزل على فين؟ تنزل على الجبال، الجبال زلط وصخر ومش عارف ايه، ما فيهاش ابدا اي حاجة. وتنزل في المجاري، مجرى الماء، مجرى النهر، ما فيهاش ابدا اي حاجة. وبعدين بقى احنا نعمل بقى ايه؟ نروح مسيبين عليها مجاري البلد، ونرمي فيها القذرات، ونرمي فيها الحاجة. او انت عملت الى شيء ايه كان صالحا في ذاته فافسدته. نيجي ندور على نفع الحاجة العاجل ولا ننظر الى ضررها الاجل. صحيح انت عملت لي يا سيدي سيارة كتر خيرك، وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. انهي بقى اللي ربنا قال عليها كده، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال لك اهديا ملهاش عادم يفسد الجو والبيئه. انت جبت سياره صحيح ريحت، ريحت المواشي يا سيدي، انما اتعبت اللي المواشي مسخره له، وعملت عادم في السيارات عشان واحد يركب سياره يروح مشوار يفسده في الارض بانه يركبها، شكم بتاعها بايظ والمشاع بتاعها بايظ وتطلع دخان علشان الواحد يقف يشم ومش عارف. واللي بيعمل العمليه دي بقى يبقى راكب كده ومبسوط قوي من زعبوبه الدخان اللي ايه اللي ماليه الناس، لانها مش هتحصل وما هو قدام ماشي وهي من ورا. نقول له احذر جيدا ان ربك قيوم، انت عملت كده غيرك هيعمل فيك كده ويعمل في ولادك، هتقعد انت برضو تيجي سياره قدامك وتروح عامله لك العمليه دي. ونقعد نفسد في الجو، نوضب السيارات قبل ما ننظم الطرق عشان سياره تمشي مشوار، شوف بقى تصير تراب قد ايه، وتعمل بقى في رئه الناس قد ايه، وتعمل في الزرع قد ايه، والحج والناس الله. اذا ده افساد ولا مش افساد؟ ليه؟ قال لك لاننا بندرس عاجل النفع ولا ندرسه الى ايه؟ الى اجل الضرر. ده النوع من الايه؟ من الافساد. كل شيء يخرجه عن صلاحه يقول لك ان كنت مجتهد لازم تجتهد بمقدمات سليمه، تقول انا هعمل دي عشان اركبها، وهركبها بها بوقود. الوقود ده يبقى له عادم ولا ملوش عادم؟ العادم ده شكله ايه؟ ضار ولا مش ضار؟ طب اتغلب عليه ازاي؟ قال لك اضبط الاتي وشكمان يبقى مظبوط، والاحتراق يبقى مظبوط، وكل حاجه. الله، يبقى اذا ان ما عملتش كده تبقى افسدت ولا لا؟ يبقى ولا تعثوا في الارض ايه؟ مفسدين. تعالى بقى يجي واحد يقعد يقطع طريق، واللي ماشي في الطريق مثلا واخد متاعه واخد اشياء ومش عارف ايه، قطع الطريق ان المتلصص قاعد والمأخوذ منه هو اللي جاي عليه. طب والمغير؟ المغير بالعكس، المغير هو اللي ماشي رايح لمين؟ للمغار عليه. يبقى مرة انت تخلي الصيد بتاعك يجيت وانت قاعد في الطريق كده رصيد له كده، ولكن المغير يهدوك قاعد في امل اللي هدوك ايه؟ هدوك يروح له. الله، يبقى ده افساد في الارض ولا مش افساد في الارض؟ مأمون على شيء، تلتفت تلاقي بقى اختلاس وهيص ومش عارف ايه، او في ايدك مصلحه للناس ثم تعملهاش الا نترشيه. الله، كل دي. ولذلك كل نكبه في الكون تحدث من اي جهاز من الاجهزه، ثق ان فيه بقى ايه؟ تسيب وعدم انضباط، وما عادش واحد عايز يقضي شغله الا خد فلوسه. المرتب الان بقى امر لازم، ده ملوش دعوه. المرتب ده ايه؟ لازم، ده ملوش دعوه دي، انما عايز تقضي حاجتك بقى شوف شغل. الله، طب وده مجتمع يبقى ازاي دي؟ واللي يعمل والواحد ان عمل في واحد كده يقوم يستحل ما يعمله ويقول لك ما هو عمل فيا كده، ما انا بقى اعمل انا باخر. تبقى المساله فوضى ولا لا؟ المساله تبقى فوضى. يبقى ده ولا تعثوا في الارض ايه؟ مفسدين. ما شاء الله يا مولانا. واتقوا الذي خلقكم. الله، لكني اوعى تفتكر ان ربنا خلقنا عبث كده وهيسيبنا على حل شعرنا. ده خلقنا لمهمه، وخلقنا كلنا سواء بالنسبه له، عبيد بالنسبه له، وكل الناس بالنسبه له سواء. ولذلك لم يتخذ لا صاحبه ولا ايه؟ ولا ولد. لا، مش ما عندوش مراكز قوه، لا صاحبه تقعد تقول له لا دي كذا، ولا ولد يزل له، ما فيش حاجه من دي. كلنا بالنسبه له ايه؟ ما دام خلقكم يبقى لازم يعمل فيكم ايه؟ لازم يرعى مصالحكم. وكل واحد يرعى مصالح اللي ربنا اداله عجز عن الحركه، يديله مصلحته، ربنا ينظر له اليه بعين البركات والمضاعفه، لانه هو مخلوق لله. من اللي خلق المعوق ده؟ ما يقدرش يشتغل. من الذي خلقه؟ الله. وما دام خلق
هو لازم عليه يرزقه. طب يرزقه ازاي؟ قال له ايها المتحرك ادي لنا ايه. يقوم قال يخلي المتحرك اللي جاب حاجة يدور على المحتاج. فكأن الفقير المحتاج مش حاجة احتراف بقى، حاجة حقيقية، شرط في الغني الوالد. يعني من شرط الغني انه لازم يدور على مين؟ على الفقير يديله. يقوم الفقير يقعد ويجيله ثمرة حركة الغير. يقوم لما يقعد الفقير اللي مش بلطجة يعني فقير عن حق مش قادر يكسب، يقوم لما يقعد كده ولا مش قادر يكسب ويجي له الرزق من الـ من الـ من الواجد، ماذا يقول؟ موقفه يكون ايه؟ يدعي للواجد بالبركه، يدعي له بالعافيه، ويعلم ان ربنا ما خلقوش واسلمه، وبل اقبل بالعكس قاعد كده مطمئن كده، وصاحب اللي بيجي يدي الزكاه قاعد يتعب ويجيب ويجيب ويروح ايه يوديله. الله، يبقى يسخط على ربنا؟ ما يسخطش. انما لما الغير يظن الواجد يظن على المعدم، يبقى ايه ده؟ يسخطه على الله. طب وانا ذنب ايه اللي انا عملت ايه ازاي؟ ولذلك الذي يستر على الله بلاءه ربنا يسخر له عافية غير مبتلى. سخرها في واحد مثلا يبقى عنده ولد معوق، تقوم يجيبه شايله مع من الضيق عشان يروح على صاحب الحاجة ويعرضه كده، اقول له وولد يعمل لي رجله كده انها مقطوعة، وواحد يعمل لي مش عارف ايده انها مش عارف ايه، يقول له يا اخي انت بتشكو ربك للخلق؟ لو انك سترت على الله بلاءه لانه نعمة، لو سترت على الله لطرت الرزق عليك بابك. ربنا يطفو عليك. ولذلك لما تشوف واحد عمال بيعرض جايب ابنه مش قادر يمشي ولا غير يتحرك، وعمالين يسندوه وعمالين يعملوه مش. الله، الحكاية دي معناها انه لو ارتضى بقدر الله اعطاه الله على قدره. الله، ما شاء الله يا مولانا. واتقوا الذي خلقكم، هو خلقكم وضمن لكم ايه؟ ضمن لكم رزقكم وضمن لكم كل حاجه، حتى العاجز اللي هو ما يقدرش. قال للغني ده شرط في ايمانك انك انت توديه، ويقعد بقى مبسوط كده وضعه الشجرات. خلقكم والجبله الاولين. جبله تكلمت العرب بكلمات تدور كلها على معنى الجبل. الجبل اللي عايش في الصحراء ويشوف الجبال يوم ما يجدش أضخم منها ولا أعظم منها ولا أثبت منها. يبقى الجبل فيه كم صفة؟ ضخم وعظيم في مرأة العين وثابت. فاشتقم من كلمة الجبل الصفات اللازمة الثابتة العظيمة. ولذلك يقول لك ايه؟ فلان مجبول على الخير. يعني ايه مجبول على الخير؟ يعني الخير ملازمه ما يفرقوش. فلان جبل ثابت راسي، يعني الاحداث ما تزحزحوش. ولذلك الشاعر لما بيمدح راجل بيقول ده كان راجل ثابت ما يزحزحش زي الجبل. أضخم جبل كان يضربوه بالمثل جبل اسمه رضوى. فالشاعر بيمدحه بعد ما مات، قال ما كنت أحسبه قبل نعشك اللي انت راكب فيه كده والناس شايلينك، ما كنت أحسبه قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسير. بيقول عليه انه ايه يعني جبل ثابت ما يزحزحش. وقلنا فلان مجبول على الخير. فلان مجبول ايه؟ على الخير. وبرضو احنا في الريف في الاستعمالات العامية بنقول الكلام ده على الشيء الضخم الثابت اللي ما بيتغيرش، نقول لك ده فلان ده جبلي. جبلي يعني ايه؟ يعني رخم وثقيل ومش عارف ايه. ومش يقولوا بس جبلي، ده يقول له انت مال جبلتك ورمه كمان، مش جبله وبس، ده جبله ورمه. الله، كلها متاخده من ايه دي؟ اهي والجبله لو خلقكم والجبله الاولين. الناس اللي جبلوا على تكذيب الرسل، هو خالقكم وخالق الجماعه اللي كذبوا مين؟ اللي كذبوا الرسل. انظروا كيف فعل بمن كذب الرسل، اهنتم زيهم، هو خلقكم وخلقهم، عمل فيهم ايه؟ نصر الرسل وهزم مين؟ الجبله. وهزم مين؟ الجبله. ولذلك هناك يقول ايه؟
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ولقد أضل منكم إيه؟ يبقى معنى الجيم والبيه واللام أخذ منها إيه؟ الثبات والضخامة والإيه؟ والعظمة. فهؤلاء الذين سبقوكم كانوا مجبولين على تكذيب الرسل وثابتين عليها وما تغيروش. أنا اللي خلقكم وخلقهم وعملت فيهم إيه؟ عملت فيهم كذا، يبقى أنتوا هعمل فيكم إيه؟ يبقى زيهم. واتقوا الذي خلق، لأن كلمة اتقوا دي معناها إيه؟ احذروا جبروته. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. فماذا ردوا عليه؟ قالوا إنما أنت من المسحرين. وقلنا بقى إيه؟ مسحر يعني سحره سواه، مبالغة. لما نقول سحره يبقى إيه؟ مسحور. إنما مسحر يبقى مبالغة في الإيه؟ في السحر. وعقلك مختل والناس سحريرك. إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا. في مرة قبل كده في أخوهم صالح قال إيه؟ إنما أنت من المسحرين، قالوا كده برضه، ما أنت إلا بشر مثلنا. إنما هنا قال إنما أنت من المسحرين وما أنت، جاب زود هنا واو، يبقى في حاجتين اتنين، أنت مسحر وبشر مثلنا. إنما دي كان في حاجة إيه؟ في حاجة إيه؟ واحدة. وما دام انت مسحر يبقى مش هنسمع كلامك لانه كلام مجنون، وبشر مثلي يبقى النعمه. لماذا تميزت علينا بان تكون رسول؟ ليه؟ اشمعنى انت اللي تبقى رسول؟ هات لنا ايه بقى، هات لنا ايه على انك ايه؟ على انك رسول. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين. ما نظنك الا من كذاب زي مين؟ زي اللي فات. وإن كنت ما أنتش كذب وكنت صادق فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. عازوا عذاب بقى. وهم هناك برضو قالوا إيه؟ أجئتنا لتأفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من إيه؟ من الصادقين. ومن العجيب بقى لما يجيهم اللي هم طلبوه يقولوا أنظرنا، انظرين. طب أنتوا كنتوا تستعجلوا، مش أنتوا المستعجلين؟ جبنا لكم اللي بتستعجلوا، ايه اللي مزعلكم بقى؟ فاسقط علينا كسفا. كسف مفردها كسفه زي قطع وقطعه تمام. كسفا من السماء. ودي كلمه كسف دي جايه على السنه كل اللي كذب الرسل. قالوا لسيدنا رسول الله ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. مش كده؟ لا لسه. او تسقط السماء او حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. برضو كسف زي ما هم طالبينها برضو. الله. وقالوا اعتني اللهم ان كان هذا هو الايه؟ الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بايه؟ العذاب الاليم. الله. طب ما تقولوا ان كان هذا هو الحق اهدينا له، ما هو يدلك على الحمق حد بقى. ان كان الحق يموتكم، لا ان كان الحق يا رب اهدينا له. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. قال ربي اعلم بما تعملون. فان كان الحق يعلم انكم في كفايده وحتندموا وتتوبوا يبقوا ما انتوش اهل العذاب. وإن كان حيعرف إنكم مصرين بقى على المش عارف إيه يجي لكم بقى الاستئصال والإيه والهلاك. أنا مش هقول من عندي، ربنا هو اللي عالم، أنا بشر زيكم وما أعرفش إيه اللي هيحصل لكم. فأنا بكل الأمر لمن يعلم أمري وأمركم. أمركم أمرين، يا إما هتهتدوا يا إما ما إيه ما تهتدوش. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه. طب ده هو بيسني الأمر مش لنفسه، ده بيقول ربي. يبقوا لما يكذبوه يبقوا بيكذبوا مين؟ يكذبوا ربنا. فأخذهم عذاب يوم الظلة. ده عذاب يوم الظلة، ده عذاب مشهور. الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحرارة 7 أيام، حرارة شديدة، قيظ شديد، وحجز عنهم الريح إلا بمقدار ما يمسك رمق الحياة. شوف حرارة بقى ومحجوز الريح، شوف يجرى له ايه ده.
والرمال بقى عمال الله. طب ايه الحكايه دي؟ هم بقوا يلتمسوا شيء يبقى فيه ترويع عن ايه نفسهم، فراوا غمامه سحابه طويله كده، قال لك بس هي دي اللي حد ايه تمنع عنا مصدر الحراره وهو الشمس، ونروح نتظلل فيها ونجد فيها ايه استرواحا وايه واطمئنان. فجريوا عليه، فلما جريوا عليه واحد منزل عليهم الايه النار اللي احرقتهم. الله. يبقى اذن كما امطرت يوما ظماء غمامة فلما رأوها قالوا ده فيها الخير أقشعت وتجلت، يا ريتها أقشعت، ده جي منها الشر، جي منها الإيه ونزل عليهم أذى عذاب يوم الإيه. هناك في آية تانية برضه، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال لهم لا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. عظمته إيه؟ مش عذاب، قال لك لا ده عذاب جاء بعد طمع في راحة. مهم قالوا نروح بقى نتظلل فيه ونستروح ونرتاح، فلما راحوا جات لهم بالإيه النار الإيه المحرقة. إنه كان عذاب يوم إيه؟ يوم عظيم. إن في ذلك أي ما قدستم به لعبرة، وصاحب العبرة ما عبرة يعني إيه؟ تعبر منها إلى ما أنت فيه إلى شيء آخر. فإن كنت مكذب كده وعمل كده إيه تعبر من هذا إلى شيء آخر وتلين قلبك وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله الشيطان الرجيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في ذلك إشارة إلى ما تقدم، وإحنا تقدم علينا موكب من مواكب الرسل يضم سبعة، سيدنا إبراهيم وما حدث معه مع قومه ومعه، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا إيهود وصالح الله، وبعدين لوط، وبعدين شعيب. في ذلك أي ما حدث للرسل وحدث لأممه، ورسلنا نصروا وأعداؤهم إيه نزلوا. فلتأخذوا يا آل محمد، يا من بعث فيكم محمد، عبرة من هذه المسائل. إن كنا قد أسلمنا رسولا للمكذبين به فسنسلم رسولكم للمكذبين به، لم نسلم رسولا للمكذبين به. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه وإن جندنا لهم الإيه الغالبون. إن في ذلك الذي حدثتم به من قصص الأنبياء السابقين مع أممهم وما آلوا إليه من أمر نصر الأنبياء ودحر الكافرين عبرة. ومعنى إيه؟ آية يعني عبرة تأخذ منها، وإحنا قلنا كلمة عبرة في الآية أن تعبر من شيء إلى شيء، عندهم لدد وخصومة، اعبروا من هذا اللدد إلى إيه؟ إلى الإيمان. مدام في عبرة قدامك تقوم إيه؟ ولذلك يعني بقول بنعبر الطريق، نعبره يعني ايه بننتقل ايه من مكان الى مكان. فمعنى العبرة انك انت تنتقل من حال انت عليها من لدد وجحود وكبرياء عن اتباع الرسل الى ايه الى ايمان. حتى العبرة الدمعة دي برضو من هذا. وما كان اكثرهم مؤمنين، حماية لان يمكن منهم من ايه من يؤمن. وبعد ذلك ينتقل إلى خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد بعد أن قدم العبرة في هؤلاء الإيه الرسل. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقلنا كلمة ربك، والرب هو المتولي مين التربية، وإذا كان المربى يطبع عظيم يبقى المربي إيه ربنا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين. انه ايه اللي هو الضمير رايح على فين ده؟
طب اذا كان في ضمير يسموه ضمير الغائب لازم يعود على ايه؟ مرجع. يقول له يا واقلت رجلا فاكرمته، انما تيجي تقول كده لقيته فاكرمته، لقيت مين فاكرمته؟ وانه اللي هو مين؟ لم زي ما قال هو الله احد. هو طب ده لسه الله جاي بعدين، هو يعني امين. ام قال لك يعني اذا جاء ضمير الغيبه فلا ينصرف الا الى الله. الله يكرمك يا مولانا. وانه يبقى ما فيش الا القران. يبقى مرجعه ايه؟ مرجعه هو استحضار عظمته في النفس التي لا تغيب، فهي المرجع. وانه انه اللي هو ايه؟ القران. احنا عرفناه من ايه؟ من كلمه لا تنزيل رب العالمين. طب جاب الضمير ليه؟ مع ان الضمير لازم يجي بعد مرجعه. ام قال لك لا، اذا قيل هو ده بتقول هو فلان، هو اذا قلها هو يبقى ما فيش الا هو الله احد يعني ما فيش الا هو. وانه لتنزيل رب العالمين. تنزيل ما بقوله انت جايبه انت اللي بتقوله. قال لهم لا مش انا اللي بقوله. طب ان كان هو اللي بيقوله هل جربتم عليه انه يعني راعه كذا كده وكتب الكلام؟ ما كانش. وانتوا قلتوا يبقى هو في مقاييس الدنيا دونكم في هذه المساله. فإذا كان هو ده من عنده يبقوا اللي بيقولوا كلام ما بيقولوش زيه ليه؟ افتروا انتوا رقريه وانتوا واخدين على كده وبتروحوا سوق عكاظ وروح المربد ودي المجنة والمجال وتخطبهم ونوجه عليه. طب هاتوا انتوا رقريه ما دام انتوا بتقولوا مفترى وكده وانتوا أقدروا على الافتراء لأنكم لكم ضربة في هذه المسألة وعندكم شعراء وعندكم كتاب وعند كل حاجة. وإنه لتنزيل رب العالمين. طب ما يكون الكتب تنزيل رب العالمين؟ الكتب كلها كانت تأتي بمنهج الرسول وله معجزة أخرى تثبت صدقه. دي موسى التوراة ومعجزته العصا والبحر ومش عارف ايه، وعيسى منهجه الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والايه والأبرص، ومحمد عليه الصلاة والسلام معجزه منهجه القرآن ومعجزته القرآن. يبقى إذن المعجزة هي عين الإيه؟ طب وش معنى يعني المعجزة هي عين المنهج والمنهج عين المعجزة؟ قال لك لأن ده جاي للزمن كله، إنما ديك جاي لفترة محدودة لأناس محدودين، فلازم تكون المعجزة هي عين المنهج علشان يجي واحد قبل أن تقوم الساعة يقول محمد رسول من الله ودليل صدقه هذا القرآن. يبقى المعجزة بتسند المنهج بكل إيه؟ يبقى ما دام عايز يعملوا معجزه، المعجزه مين اللي بيعملها؟ ربنا. يبقى هو تنزيل رب العالمين. طب والكتب الثانيه؟ ام قال لك تنزيل معانيها انما بنصها. ولذلك عيسى عليه السلام هيقول ايه في ياتي المحمله وساجعل كلامي في فمه، يعني الكلام بتاع ربنا يبقى في مين؟ في فمه. يبقى اذا القران بنصه من عند الله، بنصه من عند الله. ما دام بنصه من عند الله يبقى تنزيل رب الايه؟ تنزيل رب العالمين. طب تنزيل رب العالمين من الممكن يكون مثلا الهام نفسي في الروح؟ ام قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفس في روحه بحكم، وروح القدس يجيله بحكم، بس يقول له كذا وكذا 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 وكذا، انما يقول له قال الله لك كذا، ده موضوع تاني. يبقى ليس لجبريل الا قال له ايه؟ ينقل المساله بس. ولذلك لم يثبت القران الا بطريق الوحي بواسطه جبريل. طب ليه مش نفسي بالروح يجي بباله كده يقوله؟ ام قال لك لا، ده لازم تجي له علامات ان ده مش من عنده. ازاي؟ قال له ان هيجي ويضرب الجرس ويجي الوحي، وبعد ذلك محمد يتلقى الوحي ويعرق ومش عارف، وان جبينه لا يتفصد عرقه وان يسرى عنه. يبقى دليل على ان دي مساله مش ايه، لان لما ينفس في روعه يبقى قاعد كده بينفس في روعه. الناس اللي كانوا يقعدوا وياه ساعه ما يكون بيوحى اليه يعرفوا انه بيوحى اليه، لانهم يسمعون فوق راسه كاطيط النحل. ساعه ما ينزل القران عليه وهو اللي بيستقبل جسمه يتقل، يقول لك حتى اذا كانت فخده دي على ريق على واحد ترده، اذا كان راكب الدبه لازم الدبه ايه؟ تنخ. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
ثقيلة. ولذلك ما هدتش الحكاية دي إلا بعد ربنا ما اداله ضربة وقعد فتر عنه الوح وهو الشوق، وبعدين قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض إيه؟ أنقض ظهرك، يعني خففناها عليك. ولذلك لما قال ما ودعك ربك وما قلى قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى، ده حديلك بقى بسهولة شوية، مش هتضحك مش إيه؟ تضحك. يبقى القرآن لازم ينزل بوحي، يبقى ينزل به جبريل، فقال نزل به إيه؟ الروح الأمين. طب إيه؟ جبريل سماه الروح، نزل به الروح الأمين. الروح إحنا عارفين ما بها الحياة، والملائكة أحياء، أم قال لك إنما ما لهمش مادة فكأنهم روح مطلقة. إحنا مادة فيها روح، إنما هم إيه؟ روح مفيش مادة. طيب وإيه تاني؟ أم قال لك وما دام بيقول الروح نزل به الروح، كلمة الروح استعملت في أشياء كثيرة أوي، ويسألونك عن الروح وقل الروح من إيه؟ الروح بتاعتنا. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك ويسمي القرآن نفسه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله، بقى القرآن روح والملك اللي جايبه إيه؟ روح، مش كده؟ علشان يعمل إيه؟ يديك روح؟ آه يدينا روح. روح إيه؟ طب معنى فينا الروح؟ أم قال لك لا ده روح تاني، الروح اللي فيه جديد الوقت دي روح بها حياة مادتك التي قد تفارقها وتموت وتنتهي، انما الروح اللي جايه جديده ديا روح مش هتنتهي، هتديك حياه تانية خالده، اللي هو ايه؟ منهج الله. يبقى منهج الله روح، والذي نزل به روح. طب عشان يعمل ايه؟ ام قال لك الروح دي روح تانية، كان في روحين اثنين، روح تحيا بها الماده، ودي المؤمن والكافر فيها سواء، عشان تبقى فيها حس وفيها حركه، لكن تفرقوا ولا ما تفرقوش؟ تفرقوا. لكن لما اخد الروح اللي جاي من عند ربنا المنهج، ابقى ان انتهت مني الحياه دي هستأنف ايه؟ حياه ثانيه ايه؟ خالده. واقرا ان شئت قول الحق سبحانه، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله الله يا مولانا. الله، ثم احنا احياء اهو، ده احنا احياء، ده هو بيخاطبنا واحنا احياء. قال لك لا، هي دي الحياه بتاع الروح الاولانيه مش الحياه بتاع الروح الثانيه، فاذا دعاكم لما يحييكم انتم بهذا الشكل مش احياء، حياتكم هتنتهي، ولذلك ما يصحش ان انتوا تطلبوا انكم احياء، انما الاحياء اللي ما تموتش، ودي ما تجيش الا بمنهج القران. ولذلك يقول في ايه ثانيه بعد استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يقول ايه؟ افهموا جيدا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياة، إنما حياة يمكن واحد يقعد لحظة بطن أمه ويموت، واحد يقعد يوم، واحد يقعد سنة، واحد يقعد مش عارف، ودي حياة إيه دي اللي على طول كده؟ إنما الحياة هي بقى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حياة لا إيه؟ فيها خلود. وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ اللي هي الحياه، مش حياه، ده حيوان، يعني مبالغه في الايه؟ مبالغه في الحياه. ما شاء الله. نزل به الروح، وروح امين، روح الايه؟ امين. واذا كان لفظ العالمين يشمل كل ما سوى الله، فان رسول الله ليس رحمه للبشر فقط، لان البشر عالم، وغيره من الاشياء عالم وعالم وعالم وعالم، والملائكة عالم. فإذا كان الله قد قال إن رسول الله رحمة للعالمين، جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل عليه السلام: أنا لك من هذه الرحمة شيء يا أخي جبريل؟ قال: نعم، كنت أخشى سوء العاقبة كإبليس، ولما أنزل الله عليك قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين أمنت العاقبة، فتلك الرحمة التي نالتني. نزل به الروح الأمين، أمين الذي هو من عند الله وعند الله مصونة، وبعدين نزل به روح أمين وعلى رسول أمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الايه الوتين. الله، يبقى ايه؟ نزل تنزيل من الله، ونزل به روح امين، ونزل على ايه؟ الرسول. وما هو على الغيب بضليل، وما هو بقول شيطان رجيم. الله، نزل به الروح الامين. شوف بقى كلمه نزل، دي كلمه نزل تفيد العلو، دايما عالج، مش من وضع بشر يخطئ ويصيب ويجهل المصلحة. ولذلك اللي ما قانون يوضعه البشر كل يوم يعدل فيه لأن فاتوا أشياء، إنما ده جاي من إيه؟ جاي من فوق، من عالي. نزل، وكل شيء نازل من أعلى، يبقى يجب أن الأدنى يستقبله استقبال واثق. ولذلك حتى الحديث، الحديد النعم كلها من الله، انما ما قال على بس ماده الحديد، ما قالهاش على الالماز ولا على ايه المعادن النفيسه ولا الماس ولا على اي حاجه. قال ايه بس؟ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، لانه اداه من اداه نصر الايه، نصر الدعوه. يبقى كلمه نزل، يبقى اعرف انه من عام، من عالي، يبقى ما تتكبرش عليه. ليه؟ لانه مش مساوي لك. انت تتكبر على جاي واحد المساوي لك، انما جاي لي من اعلى، مش كده. ولذلك حتى في الريف يقول لك اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع اللي قطعه، مش واحد زي وزي ولا لا، ده ربنا. ولذلك قلنا زمان لو فطنت الى قول الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يشرع حكما يقول ايه؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. تعالوا يعني إيه بقى؟ اتركوا حضيض تشريع الأرض إلى رفعته تشريع السماء. اتعلوا، ما تهبطوش إلى مستوى الأرض، هتتعبوا. اللي حيشرع لكم ناس زيكم إن كانوا حتى حسن النية يبقى ما عندهمش علم بالأمور، وحتقعدوا تغيروا وتعدلوا وتجربوا وتتعبوا. إنما خدها من مين؟ الأعلى. نزل به الروح الأمين. طب ده لما نزل سمعه رسول الله، هو نزل على ودنه ولا على ايه؟ على قلبه. نزل به الروح الأمين على قلبك. أكن الأذن وسيلة عبور للقلب على طول. ليه؟ قال لك لأن القلب ده هو محل دينامو الحركة، مش هو اللي بيضخ الدم، والدم ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيدي للطاقات او الاجهزه في النفس البشريه ايه؟ القدره على الحركه. يبقى هو اللي بيمد كل الايه؟ طب ده احنا لما يكون واحد مريض مرض ولا بتاع ولا اي حاجه، مرار نديله دواء من بقه، يقول لك بس امتصاصه بطيء، ما نديله حقنه في العضل يعني قريبه شويه من التمثيل، تتمثل بسرعه شويه. ولما تكون حاجه صعبه قوي نعمل فيها ايه؟ نقول خدها في العرق. ليه؟ عشان ادخل مباشرة على وسيلة الايه؟ وسيلة الحياة في النفس الانسانية للدم. الله، اذا الدم ده بتاع القلب ده هو اللي بيعمل ايه؟ هو الوقود اللي بيوصل الحرج والله. قال لك اهو السمع، بس سمع مرور، انما نزل على فين؟ على القلب. كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك، مش نبدله على ودنك، نزل على قلبك على طول كده. ازاي بقى؟ ام قالك لانه ما دام مصطفى لك رسول، ربنا صانعه على عينه، يبقى ما عندوش العقبات البشريه اللي تعوق حاجه. ساعه ما ينزل يروح على فين؟ على طول على القلب مباشره، على القلب. والقلب قال لك وما محل، لان اللي بقول لك مثلا العقائد، العقائد ما استقرها ايه؟ القلب. طيب ليه؟ أم قال لك لأن في وسائل إدراك كتير، العين ترى والأذن تسمع والأنف تشم والأصابع تلمس، كل دي أنا وسائل إدراك. الوسائل الإدراك دي تدرك المسائل وبعدين تعرض على العقل. العقل يقعد يعمل بدائل واختيارات وشوف دي إيه وشوف دي إيه. فإذا انتهى العقل إلى قضية أصبحت واقعة يقين، إيه يحصل؟ تقول دي تروح للقلب علشان الدينامو يشغل الأوارع على مقتضى ما ايه؟ ما فيها من حق. ولذلك يقول لك عقيدة، عقيدة يعني ايه؟
يعني شيء عقد عليه القلب فلم يعد يطفو الى العقل ليبحث من جديد، انتهينا منها خلاص بس عقيده. ولذلك نزله على قلبك. قال لك ايوه القلب ده هو المحل. يقول لك ايه؟ لن ينال الله ايه لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى. طب والتقوى دي ايه؟ فانها من تقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يبقى من تقوى القلوب. طب لما يجي واحد يشهد زور شهد بلسانه؟ لا، يقول لك ايه؟ ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. فانه آثم ايه؟ قلبه اللي آثم. الله، يبقى اذا القلب ده هو محل ايه؟ محل العقل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زي روايه النعمان بن بشير يقول ايه؟ ان سمعت رسول الله يقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد الا وهي الايه؟ هي القلب. ده الدينامو اللي بيشغل الايه؟ اللي بيشغل الاشياء. يبقى كانه نزل على ايه؟ على قلبك. الجماعه اللي ما بقوش يسمعوا القران قلوبهم ما عندهاش استعداد تسمعه. انما الرسول عليه الصلاه والسلام مصنوع على عين الله وقلبه صافي، فينزل القران على مين؟ على قلبه على طول مع الاول. ولذلك يحدثنا التاريخ ان رسول الله ينزل عليه الوحي باشياء يمكن بربعين وثلاثه مره واحده، وبعدين يسرى عنه فيقراها ويقول لاصحابها اكتبوها، اكتبوا الآية دي في الحتة الفلانية، يغير وضع الكتابة هنا في السورة، ثم اقرأها في الصلاة فتكون هي هي. ليه؟ لأنها مش نازلة على الودن، نازلة على الايه؟ على القلب. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك اوعى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على ما ينزله الله عليه، ساعة ما يجي جبريل يقول له مثلا اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ بسم، يقول الكلمه يكررها، كل ما يقول كلمه يكررها، خايف لايه؟ ربنا قال لا سنقرئك فلا تنسى، ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. ما يقولش ما تقولش ان انا مش هفتكر، وقل رب زدني علم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه. اوعى تخاف. ولذلك العجيبة، طب هات لي واحد يتكلم خمس دقايق كلام مش مكتوب كده ومش مكتوب، وبعدين قول له عيده ما يقدرش يعيده. انما النبي ينزل عليه يمكن الصورة الكاملة فيقول اكتب، وبعدين يقراها هي ايه؟ هي ازاي بقى دي تيجي؟ يبقى لازم سنقرئك. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. المنذر لازم ينذر بشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يحدث. انا انذرك بكذا، ما تنذروش بقى ساعه الحكايه ما تحصل بقى، لازم تنذروا قبلها ايه عشان يقدر يحتاط، وتبشروا قبلها. وكنت عايز تبشر بشيء تبشره ويبقى عنده فرصه انه يعمل، تبشره بالنجاح اذا ذاكر. ما تجيلوش بقى في ليله امتحان وتبشره لا، انت تبشره باشياء سره عشان ياخد ايه؟ وسائلها. تنذره باشياء ضاره عشان ياخد ايه؟ وسائل تفاديها. نعم. ولذلك هناك لتنذر قوما ايه؟ ما انذر ايه؟ اباؤه. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. الله، ما هو الرسل اللي سبقوه دول كانوا بينذروا قومهم ولا لا؟ انضم للموكب انت راخر. نعم. بلسان عربي مبين. طب اذا كان نزل في القلب الناس هيسمعوه ازاي ويكتبوه ويحفظوه؟ تيجي اللسان يروح مطلعه من القلب ويقوله. يبقى منطق الرسول بعد نزوله على القلب، وبعدين يجي منطق الرسول عشان الناس يحفظوا عنه ويسمعوه ويقروا، يبقى اخر اللسان، لان وسيله الحفظ والايه والصيانه والايه والقراءه. بلسان عربي وعربي مبين، واضح ظاهر محيط بكل أقضية الحياة. يجي واحد يقول لك يا أخي باللسان العربي ده، أنتوا بتفسروا
تقول كلمة قسطاس رومية، كلمة أمين حبشية، كلمة سجنجل مش عارف إيه، سجيل مش عارف إيه، في لغات كتيرة تانية، يبقى مش بلسان عربي. فما لك لأن أنت فاهم لسان عربي يعني إيه؟ يعني نطق به العرب، ولما ينطق به العرب ويدور على ألسنتهم أصبح من لغتهم، بقى عرب خلاص، مش جايب لفظ جديد على العرب، لا ده قبل ما ينزل القرآن كان هذا اللفظ دائرا على ألسنتهم، يبقى لما يجيبوا بدائر على ألسنتهم خلاص يبقى انتهت ولا لا؟ بلسان عربي مبين. وعربي ليه؟ قال لك لأنهم أمة استقبال الدعوة ولازم يفهموا عنه. طب وبعدين انت بتقول مخاطب به كل الغير، يقول لك بقى اللي حيسمعه يروح ايه يبلغوا باللغة اللي هو ايه اللي هم يفهموها، يبقى دي مهمتنا احنا بقى. ولو ان العقول التي عارضت رسول الله وانكرت عليه رسالته وانكرت عليه معجزته تفطنوا الى الرسالات اللي قبله واللي قبله مباشره زي اليهوديه والنصرانيه التوراه والانجيل، لكان يجب انهم يصدقوا ليه. ليه؟ وانه اهي بقى الهاء هنا هنرجعها لمين؟ نرجع للقران ولا لسيدنا رسول الله؟ قال لك الاثنين. وان الزبور يعني الايه؟ جمع زبور كتب، يعني مكتوب في الكتب. ولذلك يقول ايه؟ قد افلح من ايه؟ من زكاها وقد قام من زكاها. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم. يبقى ايه اللي في الصحف الاولين؟ اما المبادئ التوحيد، ادي واحد، العدل الالهي، ادي الثانيه، الاخلاق، قصص الانبياء السابقين، دي ما فيش رساله تمتاز فيها عن رساله. فالامور دي كلها سواء في مين؟ الخلق لم يتغير عند اي رسول، العقائد لم تتغير عند اي رسول، عداله الله في خلقه وفي الحق لم تتغير عند كل رسول، تاريخ الانبياء السابقين لم تتغير عند اي رسول. انما اللي بيتغير ايه؟ الاحكام المناسبه للعصر والاوان، يبقى كله في الاحكام، انما عقائد، انما عدل، انما بعث، نشور، مثلا قصص اولين، اخلاق، دي كلها ايه؟ ولذلك لما تقرا شرع لكم من الدين ما وصى بينا، طب امال جاي ليه القران؟ ما دام طب ما كان يقول بس ويقول. قال لك لا، في احكام هتتغير. الاحكام هتتغير بتناسب مين؟ بتناسب الايه؟ العصور اللي هي نازل لها القران، وتناسب عموميه الرساله في كل ايه؟ في كل البيئات وفي كل الايه؟ وفي كل الازمان. ولذلك هناك اللهم صل على سيدنا رسول الله، مثلا واحد زي عبد الله بن ايه؟ سلام، عبد الله بن سلام، وواحد اسمه ابن يمين، دول كلهم قالوا ان احنا شفنا صفه محمد في الانجيل عندنا وفي التوراه زي ما هي موجوده، يعرفونه كما يعرفون ابناءه. ابن سلام قال لا، ده ربنا يعني السهل ويانا شويه، ده انا اعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولما يجي سيدنا عيسى يقف خطيب كده ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يبقى موجود ولا مش موجود؟ يبقى إن قلنا أن الضمير يعود على رسول الله فلها معنى، أن يدل على الكتاب فلها معنى، أو هما معا فلها معنى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لفي زبر الأولين. وزبر جمع زبور، ومعناها المكتوب المسطور. وقلنا إنه إما أن يكون الضمير قد عاد إلى رسول الله لأن صفة رسول الله موجودة عنده، وإما أن يعود إلى القرآن في عموم أحكامه، ولا في أشياء تتصل بالثبات والاستقرار
الشيء الثابت والمستقر، التوحيد والعدل والإيمان بالبعث، الإيمان بالنشور، الأخلاق، السير للأنبياء السابقين موجودة عندهم في زبر الأولين. فكان من الواجب، وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمش لم يجلس إلى معلم لأن تاريخه معروف، ولم يقرأ لأن ما فيش ما بيعرفش يقرأ ولا بيكتب. يبقى كان يعلم، يجب أن يعلم ما دام الكلام اللي بيقوله ده هو أمي، لازم يعرفوا أنه حد بلغه من. ولذلك القرآن يؤكد على هذه، يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. يقول لك ده أرى. وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كل ما تشوف ما كنت دليل على أنه لا علم له بها إلا بواسطة مين؟ إلا من القرآن. فكان يجب أن يعلموا أن ديت منزل من مين؟ من الله. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، برضو أن يعلمه، يعلم إيه؟ أن القرآن ده من عند مين؟ من عند الله. لأن علماء بني إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا. ألم يقولوا للأوس والخزرج وهم في المدينة وإياه أظل زمان نبي يأتي وسنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قتل عاد وإرم. طب لما جه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بليه؟ أم قال لك لأنهم تنبهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة. كانوا في المدينة أهل علم وأهل كتاب وأهل بصر وأهل حروب وإلى آخره، ولذلك كان من اللي هيعملوه مالك مش ابن أبي يوم الهجرة من نبي مراح، كان في الليلة دي هيلبسوه التاج عشان يبقى ملك على المدينة. فلما جه بقى قال لك هتروح منا الايه؟ فحسدوه. يبقى السلطة الزمنية هي اللي عاقت انهم ايه؟ أولم يكن لهم آية، يعني ما كانش لهم آية وعلامة على صدق الرسول ان علماء بني إسرائيل يعرفون هذا، يعرفون رسول الله بوصفه ونعته، ويعرفون الايه؟ القرآن، لأنه أخبر بأشياء هي موجودة إيه؟ موجودة عندهم. وقلنا كان فيه خمسة معروفين في المدينة، اللي هو من عبد الله بن ايه؟ ابن سلام، وواحد اسمه ثعلبة، وواحد اسمه اسد، وواحد اسمه ايه؟ اسيد. يعرفوا الحاجات دي كلها. اولم يكن لهم آية تقنعهم بصدق الرسول ان يعلمه علماء بني اسرائيل، لانه بيقول حاجات ما حدش يعرفها الا هم، وما دام ما حدش يعرفها الا هم، محمد لا يقرا ولا يكتب ولا يجلس الى معلم، كان يعرف ان هو جاي من عند مين؟ من عند الله. ولو نزلناه على بعض الاعجمين، احنا نزلناه بلسان عربي على امه عربيه، طب لو نزلناه على الاعاجم يفهموه؟ ما يفهموش. طب ايه يعني حكيت ولو نزلناه على بعض؟ قال لك ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لأن المستقبل مأفول، لأنك أنت عايز تستقبل أي قضية خارجة، أخرج من قلبك أي قضية معارضة واسمح للقضية اللي توافق الحق دخلها قلبك، انما يبقى قلبك مشغول بقضيه إيه؟ وبعد ذلك تطلب قضيه ثانيه تدخل، لا لازم تطلعها كده الاول. ولذلك ما تدخلش عليها بحكم مسبق، انما سيبهم الاثنين بره ثم ادرس بعقلك المسائل. اللي يستاذن كده على قلبك مش كل صدق، وانما انتم بتعملوا ايه؟ انتم بتناقشوا قضيه وفي قلبكم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، فعايز تشوف قضية طلعها من ايه؟ من قلب. اهو القرآن واحد، قائله واحد، ومبلغه واحد، واللسان عربي، واللي بيخاطب به ايه؟ واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد؟ شوفوا كده واخدين بالهم ليه؟ قال لك عايزين يتسللوا يخرجوا، شوف حد يا شريفنا واخدين بالهم.
عايزين يتسللوا لوادا زي ما بيقول. هل يراكم من احد ثم انصرفوا وتصرف الله ايه قلوبهم. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول لآية ثانية فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمان. الايه دي جابت لكم ايمان. وهناك طبعا ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ماذا قال انفا. طب هو قال ايه؟ ايه يعني الجديد اللي جابه؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. ربنا يكرمك. ولو نزلناه على بعض الاعجمين. في كلمه اعجم وفي عجم. الاعجم هو الذي لا يحسن الكلام العربيه والعجمي ضد الايه العرب. والاعجمي هو الذي لا يبين. ولو كان بيتكلم عربي تقول انت اعجمي ايه تكلم ايه تقول ما تفهمنا انت عايز تقول ايه. لا. ولو نزلناه اللي هو بلسان عربي على بعض الاعجمين. ايه مش معنى بعض الاعجمين؟ طب ما قال الاعجمين ام قال لك لا صيانه الاحتمال لان ممكن في عجم ويتعلم العربيه يبقى يفهمه ولا ما يفهمهاش يبقى يفهمه. ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين لانهم ما فيهمش منه حاجه. اهنتم رفرين كده انتم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. زي الاعجمي مش هيفهم منه حاجه. المجرم مش هيعمل منه ايه مش هيفهم منه حاجه. ليه؟ لانه مختوم على ايه على قلبه. واحنا قلنا زمان الله سبحانه وتعالى ساعه يرى من الكافر العناد والاصرار ومصر او على الكفر. زي ما قلنا زمان انت حبيت الكفر ومبسوط بيه طب احنا سنختمه على قلبك ونخدمك خدمة من عندنا نختم على قلبك عشان اللي انت بتحبه من الكفر ما يطلعش واللي انت كارهه من الايمان ما يدخلش. يبقى انا بعينك ولا بعينك؟ انا بعينك. نعم. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين انهم مفهموش حاجة. كذلك دول مفهم. كذلك سلكناه اي ادخلناه في قلوب الايه زي ما يكونوا اعاجم تمام لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. وما دام يؤمنوا به لما يروا العذاب الاليم الايمان يقبل. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم فياتيهم ايه بغته وهم لا يشعرون. لان القران لما نزل والنبي اضطهد واهله اضطهدوا واللي اسلموا اولا اضطهدوا ما بقوش يباتوا مطمئنين. حتى لما راحوا ما كانوش يباتوا الا في السلاح مخافه البطش. وما فيش واحد عايز يقعد في مكه لانه ما حدش يحميه. الله ايه المساله دي؟ نقوم سيدنا عمر لما نزل في عيد سيهزموا الجمع ويولون الدبر شاف الحاله اللي عليها المسلمين وخايفين ومش عارف من نفسهم. فما قال اي جمع هذا؟ نفس عمر قال كده. فلما شهد برا ان سيهزموا الجمع ويولون الدبر صحيح. نعم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون؟ يعني ما تخففوهاش عم تستنوا شويه علينا. استنوا ليه بقى؟ ما انتوا كنتوا بتستعجلوا. شوفوا الاف بعذابنا يستعجلون. فيقول هل نحن منذرون؟ اف بعذابنا يستعجلون. طب انتوا بتستعجلوا بعد ولما تشوفوها تقولوا ايه؟ لا ايه؟ خلينا شويه. افرايت ان متعناهم سنين. طيب يا سيدي ما هنخليكوا شويه. لما نخليكوا شويه ده هيرفع عنكم العذاب؟ ده انتوا هتزدادوا ايه رجسا الى ايه الى رجسكم. افبعذابنا يستعجلون اي اخبرني. افرايت يعني اخبرني. ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا به. يعني طول المده انما الغايه ايه الغايه ايه واحده. وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون. يعني ما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها غافلون. يبقى قبل كده نقول لهم كذا 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 وما كنا معذبين حتى نبعث ايه حتى نبعث رسولا ذكرى وما كنا ظالمين. كل اللي بنقوله لهم عايزين نذكركم
وما كنا ظالمين، انما انتوا اللي عملتوا ايه؟ ان ربنا ما ظلمش، ولكن الناس انفسهم ايه؟ يظلمون. قعدوا يقولوا بقى ده الشياطين يا اللي بتنزل القران على مين؟ على محمد. طيب نزله على محمد ليه؟ كان عندهم قضيه، هذه القضيه ان كل شاعر يقول شعر كويس يقول ده له شيطان يمليه، لكل شاعر ايه؟ شيطان، ويسموه في وادي اسمه وادي عبقر. وادي عبقر ده وادي يسموه وادي الجن، يقول لك فلان عبقري اي موصول بجن مكان اسمه عبقر، وده هو اللي بيلهمه. طبعا انتوا بتقولوا الشياطين نزلته، طيب محمد في كتابه عدو للشياطين وبيلعنهم في كل وقت ولا لا؟ ويحذرنا منهم بقى لما يكون هو بيشتم فيهم وعمال يحذرنا منهم وعمال بيتوعدهم الشيطان وعدكم الايه، والشيطان مش عارف عدوه مبين. طب الشيطان يجي يدي للي عدوه؟ طب كان يروح لاحبابه اللي هم انتم بقى يديك انتم؟ طب يديله الكلام ده كان يديك انتم الاولى ولا لا؟ يديكوا اولى. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ليه؟ لأن الله جعل القرآن معجزة ومنهجا، والمعجزة لا يتسلط عليها بشر ليفسدها أبدا، ولذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله. طب والكتب الثانية؟ قال لك لا أنا ما حفظتهاش، أنا طلبت من المؤمنين بها أن يحافظوا عليها. وفيه فرق بين الحفظ مني وبين طلب الحفظ منهم. طلب الحفظ منهم تكليف، والتكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى. فعصي فجربنا، لأن قلنا لهم يحافظوا على الكتاب ما حافظوش عليه، فقلنا لا إحنا لإيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. ولذلك تجد العجائب والمفارقات، كل ما الزمن تتقدم الحضارة وأعداء الإسلام يمطروننا بوابل من الانحرافات ينشد ناس منا يروحوا لهم ويقعدوا يقلدوهم في كل حاجة. إذا التفصي عن الأحكام موجود، ومع أن التفصي عن الأحكام موجود التوثيق للقرآن يزداد. ده كلام معقول؟ ده احنا بنشوف ناس بتتفصل من احكام القرآن وتخرج منه والقرآن يزداد حفظ. اللي كتب المصحف في صفحة واحدة ده مسلم؟ ده ما عملش كده في الانجيل. يبقى ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا ايه؟ ويسخر اللي مش مؤمن بالكتاب قال يعمله في صفحة واحدة. ده التجارب اللي عملها عشان يعمل القرآن في صفحة واحدة دي خدت منه سنين. الله. يبقى معناها ايه دي؟ وبعدين يخلوهم يخترعوا لنا آلة قال تسجل القرآن وتذيعه كل وقت، ويعملوا القرآن ميكروفون ويعملوا أحجام مختلفة. اذا عناية بالقرآن ايه؟ العناية بالقرآن كنص مش مستقيم مع التفصي عن أهله كمنهج. يبقى ده دليل على ايه؟ لأن ربنا حفظ النص عشان يكون حجة عليكم ويخلي غير المؤمن إيه هو يوثق ويعمل ومش عارف ايه. كانوا عندهم خزانة في ألمانيا قبل الحرب العالمية في درج لكل آية من القرآن، كل آية من القرآن لها درج كده، وفي هذه وهذا الدرج كل ما كتب عن الآية من عهد تفسير ابن عباس الى الان. فبودي مين يعملها بقى؟ يعملوها دين مش مؤمنين به؟ يبقى دليل على انهم مسخرين بقى بقوة تانية، قوة خفية من الله. نعم. وما دام انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، الشياطين يقدروا بقى يتنزلوا به؟ طب الشيطان حينزل ايات تتم فيه تشتم فيه تبعد الناس عنه؟ يبقى انتوا برضو مش اذا لازم نفهم ان مدام القرآن كنص
محافظ عليه هذا الحفظ. انا قلت زمان قال حتى اللي بتبين صدرها ماشيه مبايره صدريه المعلقه حليه فيها مصحف. الا طب بدل ما تعلق المصحف ما تخلي دي ما تستر البتاع ده. الله، يبقى اذا العنايه بالنص موجوده ولا لا؟ دي من نحن؟ لا، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لايه؟ وانا له لحافظ. يبقى الشياطين هتتنزل به، يبقى من في الشياطين لا تتنزلوا الا على كل كفار اسير، فكنتم انتم اولى بان ينزل الشيطان عليكم، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ليه؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا إيه؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه رصدا. وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله وأتباعه ومن المؤمنين جميعا. فلا تدع مع الله إلها آخر. الله، هو الرسول ما ظنت أنه يدعو مع الله إلها آخر؟ لا، ده الكلام ابتداء توجيه، مش هو اتخذ إله بيقوله لا، بيقوله خلي عندك مبدأ أنك إيه. وإذا كان العظيم المرسل يتوعده الله حين أراد أن يتخذ إلها آخر، يبقى اللي دونه يعمل إيه؟ الرسول نفسه. وعشان الرسول لما يقعد يهدد يقول لهم أنا نفسي، أنا نفسي ربنا إلا مين اللي بيوجهني؟ ربي. إحنا مش وجهني الأول ثم أنا اتخذته بعدين نهاني. ده كلام ابتدائي، ابتداء تكليف. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ساعة ما يسمعوا هم ان ربنا بيقول للرسول كده يبقوا هم يعملوا ايه؟ ساعة ما يجي مثلا رئيس الدولة ويجيب الوزراء يقول له اوعوا تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، واللي يعمل اجعله نكال للأمة، بالله التانيين اللي بعده يعملوا ايه؟ وبعد ذلك يقول ايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين. يبقى انا ألهف بقى منه وبعدين للعشيرة الأقربين عشان يطمن الناس التانيين ان هو بيأمر امر ليس بنجوة عنه، ملزم نفسه به اولا. وما دام ملزم نفسه به اولا يبقى ان اراد ان يلزم به الغير حد يرده؟ ده الكلام ده تردني لما كنا بأمرك امر مش ملتزم به يعني. ولذلك سيدنا عمر وهو بيخطب قال ايه؟ اسمعوا واطيعوا. قام عربي وقال لا سمع ولا طاعة. ايه الجرأة دي على عمر وهو على المنبر؟ قال له لما ليه؟ قال ثيابك اطول من ثيابنا، توب بتاعك اطول من توبنا. دي تدينا فكرة انهم ما كانوش بيقيسوا كل واحد ويديله قماش على قده، إنه هو 5 متر لكل مسلم ياخد 5 متر أسرهم طولهم هم 5، مش مثلا ده طويل ويديلهم طويل. لا، يسعك فيها ما وسع المسلمين 5. عمر طويل. فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله قم يا عبد الله عشان الناس تشوفك يعني. قال أبي رجل طوال، مش طويل ده، طوال يعني اكبر من طويل شويه. وثوبه، شوف بقى الدقه، وثوبه في المسلمين لم يكفي. كانه هو ثوب في المسلمين 5 متر يعني 5 متر، يطلعوا تقشيطه يطلعوا فانيلا ماليش دعوه الصبر. ابي رجل طوال وثوبه في المسلمين يعني ما خدهم ما كفاه، فأعطيته ثوبي أنا فوصله بثوبه، وها أنا ذا بمرقعتي بينكم. قالوا الآن نسمع ونطيع. يبقى ما دام الأمر يجي للكل العالم ما حدش يقدر يتكلم. هات لي رئيس كده أي مصلحة ولا أي دائرة
ومن قبل ما تيجي 8 يكون قاعد في مكتبه، هيجي 7:30. انما هو لما يجي الساعة 10 ناخد احنا كمان نص، يعمل عاملة توع على طول. ويمكنش واحد مرؤوس يعمل عاملة الا اذا شاف رئيسه، انما لما الرئيس يكون ملتزم ما حدش يغبر يعني. هي كده. فكذلك قال له انت هو لا تدعو مع الله الا اخر، وانذر عشيرتك الاقربين، لان الفساد بيجي من مين؟ من الدوائر القربة اللي حوالينه. يمكن الرئيس ما يبقاش داري بحاجة، والدوائر اللي حواليه هي اللي عمالة تفسد وتستغل اسمه، ده هو الرئيس، ده قريب الرئيس، ده بنسيب الرئيس، ده مش عارف ايه، ادخله بقى. ولذلك سيدنا عمر برضه كان ساعتها يريد ان يقرر قرارا على الامه، ويعرف ان القرار هيبقى قاسي، يجمع اهله. لقد شاء الله ان اقرر كذا وكذا وكذا، فمن خالفني الى شيء فيه جعلته نكالا للمسلمين، انصرفوا، يعني ما فيش كلام ثاني. انا قلت لكم، يبقى ما حكم نفسه وحكم مين؟ اهله واقاربه، الدوائر اللي هي بتفسد دي، ما دام الاثنين دول خلاص. كذلك هنا قال ايه؟ نشوف كلمه وانذر. طب ما تقول وبشر عشيرتك الاقربين يا رب. لا، اوعى تاخدك اللين والعطف انهم قرايبك. ولذلك يقول يا عباس، يا عم النبي، يا عمة رسول الله، يا فاطمه بنت، لا اغني عنكم من الله شيئا. ما يجيش الناس باعمالهم وتؤتوني بانساب، مفيش كلام منه. نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين، كلمة وأنذر عشيرتك الأقربين، شوف المقابل له، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بقى شوف وأنذر عشيرتك، يعني يكون قاسي عليه دور، إنما الباقي اخفض جناحك. احنا نعرف ان الجناح في الطائر له جناحين، الجناحين دول هم اللي بيساعدوه على انه يطير. لما يريد ان يطير يقوم يعمل ايه؟ يفرد ايه. ولذلك واحد لما يقول لك انه يعني تجبر، يقول لك ده فلان فارد جناحه قوي يعني، مش كده؟ ولا تأمر واحد بحاجه يقوم يجنح لك، يقول لك هو انت بتجنح ليا كده ليه؟ عايزين خفض الجناح، خفض. والخفض في الجناح ياتي بالحنان والعطف، لان الطير لما يجي الابن بتاعه الفرخ يقوم هو يعمل عليه بايه؟ بجناحه. اخفض جناحك للمؤمنين، مش خفض ذله، لا، خفض حنان. ولذلك ايه ربنا بيقول ايه؟ واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، او واخفض جناحك للايه؟ للمؤمنين. زي ما قال للاب واخفض لهما جناح الذل، مش انزل لهم، لا، ده رحمه. واخفض لهما جناح الذل ايه؟ من الرحمه، مش من انك عايز. يبقى عز لك، يبقى من الرحمه انك انت تخفض الايه؟ تخفض. وخفضي لهم مني الجناح، يعني انني بقى ايه؟ بقى اعملهم بلين الجانب والحنان وبالايه؟ وبالعقل. الطير لما يعود يطير بقى يروح عامل ايه؟ يفرد ايه؟ يعني زي ما قلنا فلان فارد جناحه قوي، يعني العهد مواتيه قوي وماشي كده كويس. وعلشان بقى تعرف حكايه الطير دي والاعجاز في القران، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. شوف سما قد ايه كده وبلا عمل، سواء كان في عمل احنا مش شايفينها ولا ما فيش عمل صحيح. يقول لك انا هعمل لك مثل بسيط تدركه انت. ازاي؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. صافات يعني ايه؟ الجناح هو بيعمله كده زي اللي بيعوم، بيعمل ليه كده؟ عشان يتقوى ويطير. زي واللي بيعمل السباح لما بيعمل كده ايه؟ ده بيعمل ايده كده اهو عشان على الميه ويتشيل تقله ويتنطر. كذلك الطائر بيعمل كده في الجو عشان كده. طب يا اخوة بقى لما يفرد جناحاته ويقف كده اهو، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. ساعة ما يكونوا صافات ما يمسكهن الا الرحمن. والى لقاء اخر ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك الأقربين دول ماذا تصنع لهم؟ أعلمها أنك بريء منه، ما تقولش لهم حق الرحم وحق القربة ومش عارف إيه وتعمل الحاجات دي. إن عصوك فقل إني بأعلمها، معنى قل ما قالش فتبرأ أنت منه وبينك، لا قلها. ليه؟ علشان يعرف الناس كلهم. لما يكون مثلا أتباع الرئيس وواحد خالف يعلنها أنا بريء مما يفعل، تأخذ القوانين مجراها وما ليش دعوة بيها، يعني متبرى منه. يوم الكل يعرف إنه ما يصرش بأن تجامله، خلاص انتهت المسألة. يقوم ما فيش واحد يتطوع بالنفاق ويجامل. اللي بيخسر الدنيا إيه؟ إن مثلا افرض إن تابع رئيس من الرؤساء وعمل حاجة، الناس تنافق الرئيس في إيه؟ في الناس إيه؟ تاخده بالهوادة وتاخده بالرحمة، يقول لا أعلنها يا أخويا علشان الكل ما يدخلش في ركب النفاق ويعمل العملية دي. وكل واحد يعرف أنه إن خالف أمرا سيجعل نكالا لكل المسلمين. يبقى هذه المسألة كلها. قالوا عمر حكم الدنيا؟ لا، عمر حكم نفسه أولا فحكمت له الدنيا. فاللي عايز تحكم له الدنيا يحكم نفسه. ساعة ما يحكم نفسه لا يجرؤ واحد من أتباعه أن يختلف، مش ممكن. ساعة ما يشوفوه هو ممكن. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. بريء مما تعملون، وبعدين هتقلل أنصارك وتخليهم يبقوا مش عارف وياك إيه وإيه وإيه، قول له لا اوعى تفهم إنهم بيعملوا لك حاجة. اجعل توكلك على مين؟ على العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر، ورحيم ايضا. مش عزيز يعني بقى يبقى يعني ما دام يغلبش يبقى قهر، لا، ده هو ايه؟ مع العزة رحيم. ليه؟ ام قال لك لان عزة العزيز على المتكبر رحمة بالمتكبر عليه. واحد بيتكبر تقوم انت تبقى عزيز عليه، بترحم مين؟ ترحم اللي بيتكبر عليه. ساعة ما يشوفوه هو كده واحد جه دكه، يفرض ان واحد قاعد عامل فتوة كده في حد القهوة، وبعدين دخل واحد بقى كده بصله كده وعرف انه فتوة عنه، يعمل ايه؟ على طول خلاص قال له اوعى اوعى قول ان عصوك قول اني بريء منكم، وتقولش ده انا اقل اتباعي وانصاري، لا، ده انت متوكل على مين؟ على العزيز الايه؟ الرحيم. واحنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه وخليفته في الارض ان يكون قريبا، ان يكون ناصحا. يقول له ايه؟ اوعى تتوكل على زي على واحد زيك، لان معنى ان تتوكل على واحد زيك يبقى ان انت عاجز عن العمل، مش كده؟ ما دام انت عاجز عن العمل معناها انه قد يعجز عن العمل، ما دام العجز جاي عليه تبقى تتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على العزيز الرحيم، وعزته ورحمته ليك انت تستهله. ليه؟ لأنه يراك حين تقوم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. توكل على من يحبك ويقدر عملك. ربنا بيحبك ويقدر عملك. ليه؟ لأنه يراك حين تقوم. تقوم في ايه؟ تقوم بالليل والناس نيام؟ قال لك يصح. تقوم يعني تصلي لوحدك؟ يصح. طب يراك حين تقوم، يراك على أي حالة؟ أم قال لك على حال الفرح من إجابة استدعاء له. ساعة ما قال الله أكبر استدعاء من الله، قام بإيه؟ بفرح ونشاط ليجيب، مش بتراخي وكسل.
يبقى يراك حين تقوم وما أنت عليه من الفرح والسرعة الاستجابة إلى نداء الله في قوله الله إيه؟ الله أكبر. يراك حين تقوم على حالة إيه؟ على حالة الانشراح وأنك مقبل على الله، ومقبل على الله هيعطيك فيوضات ولو كنت هتسيب أي شغل. ولذلك كان شعار الآذان الذي وافق عليه الرسول الله أكبر، يعني الله أكبر من أي عمل. إن كنت نوم الله أكبر من النوم، قوم. إن كنت في عمل وبتاجر وبتبيع ومش عارف إيه، الله أكبر من البيع، الله أكبر مما يفوته. مش واحد يقولك لا أجله، وبعدين هو الوقت طويل، الناس ما بتفطنش إلى طول الوقت ده جاي ليه. أطول الأوقات بين الوقتين بين الصبح والظهر وبين العشاء والفجر. طول الوقت مش معناها إن بقولك صل في أي وقت من دول. هو يريدك أن تستجيب ساعة يقول الله أكبر، يقولك الله أكبر من أي شاغل عن الاستجابة له حين يدعوك، وتجد إنه هو اختار الله أكبر مع أن من أسمائه مش الأكبر، من أسمائه الكبير. إيه الملحظ في هذا؟ قال لك لما يقال أكبر صحيح من الممكن أن يكون مقابله كبير، فبدي يقول برضو مشاغل الحياة كبيرة وعايزينها لأنها استقامة حركة الحياة وتنفع وتعمل مش عارف إيه وتعمل إيه وتستعمل في الأرض وتعمل إيه. أنا ما بقولكش ده هذا، بس في أكبر منها وهو خالقه، أكبر منها وهو إيه. يبقى لما يقول أكبر برضو الحياة، ولذلك إيه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى الانتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله مش إيه، مش صغير، ما كبير برضو، إنما دعوة من خلقك وخلقها أكبر من هذا. لكن في اسمه الكبير ما قالش أكبر، الكبير بس. ليه؟ لأن كبير يبقى المقابل له صغير، فاختار الاسم عشان يبقى كل مقابل صغير. لكن في الثانية أكبر، لأن برضو دي مطلوبة، ولا تنسى نصيبك من الايه، من الدنيا، لأن دي حركة حياة. واللي حيعينك على الصلاة ايه، مش على الكوت وعلى اللبس اللي تستر عورتك. عايز حركة ولا مش عايز حركة؟ عايز حركة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أيوة، والناس نيام وأنت قائم لله، أدي واحدة. أو يراك حين تقوم مسرور باللقاء، أو يراك حين تقوم في الصلاة منفردا، أو يراك حين تقوم ويري وتقلبك في الايه، في الساجدين. تقلبك قعود قيام ركوع سجود، كل ديا يراك في هذه الايه، في هذه الاحوال. والذي يراك في هذه الاحوال ويرى سرورك بمقامك بين يدي ربك، يبقى لما يتكل عليه يبقى انت تستاهل ان هو يكون عزيز وايه، عزيز ورحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. او تقلبك في الساجدين هو يقول ايه، اياكم ان واحد منكم يرفع راسه من الركوع قبل ما يرفع، او من السجود، او يضع قبلي. انتم تبعي، يعني تعملوا، ما تعملوش حاجه الا بعد انا ما ايه، ما اعمل. واوعوا تقولوا يا اللي بتصلوا وراه ان انا مش شايفكم، ان انا ارى من خلفي كما ارى من امامي. نعم. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. السميع لما يقال، والعليم بما يجول في الخواطر. نعم. انتوا بتقولوا تنزلت فيه الشياطين، لا، انا اقول لكم الشياطين بتتنزل على مين، ما صحح لكم المعلومة ما تنزلت به الشياطين على محمد، انما هقول لكم الشياطين بتتنزل على مين. صحيح الشياطين تتنزل، وان الشياطين لا يوحون ايه الى اوليائهم. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل افاك اثيم، لان هو ده المناسب لهم، لان ما دام الشياطين والشياطين اعداء، لان الجن قسمين، منه صالح ومنه غير ايه صالح. غير الصالح بيسموه ايه، الشيطان. نعم. تنزل على كل افاك اثيم. الجماعه اللي كانوا بيقعدوا يخطفوا اشياء كده، وبعد ذلك يقول لك حاجه تصدق مره ويحط في ريحه واحد ايه، 20 كذبه. والافاك
احنا قلنا هناك في المؤتفكة يعني اللي بتقلب الحقائق يلقون السمع. السمع مصدر والآلة بتاعته الأذن. هما بيلقوا المصدر والسمع ولا بيلقوا الأذن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني ألقى سمعه عشان يستمع مين؟ لما يكون واحد حتى صوته واطي يقوم يمد له لأنه حريص على أن يسمع. مش حريص على إنه ما يسمعش، ده حريص على إنه يعمل إيه؟ ولذلك لما يكون سمعه بصوت واحد بيتكلم كلام مفيد يعمل إيه؟ يميل براسه، يبقى اسمه إيه؟ ألقى الإيه؟ ألقى السمع. والمراد بالسمع هنا الأذن. وأكثرهم كاذبون. طب وقالوا أكثرهم كاذبون ليه؟ أم قال لك لأن بعضهم يبقى صادق علشان يغلف الكذب بتاعه. واحد يقول على حاجة وبعدين تطلع صدق، يقوم يحصل في لحة كام واحدة كده علشان أنت تاخد إيه؟ من صدقه دليل على إيه؟ إنه إيه صادق. يقول لك ده. والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء طبعا جمع شاعر، والشاعر هو من يقول الشعر، والشعر له اصطلاح عام وهو كلام موزون مقطع. لكن كفار قريش حينما اتهموا رسول الله بانه شاعر لم يقولون شاعر مش كده، ويقول هناك وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. بقى العربي اللي هو لسانه فصيح والأمة اللي هي أمة بلاغة وأداء وعاملين للكلمة وحسن الأداء معارض في مربد وذي المجاز والمجنة وعكاظ، ويجيبوا حكام وينصبهم ويعلقوا الجيد منه على الكعبة، أمة تبقى أمة كلام مش هتعرف الفرق بين الشعر واللي مش شعر. يبقى أمال يقصدون بالشعر هنا إيه؟ ما يقولوا شاعر ما تربصوا به ريب المنون، بقى هم مش عارفين الفرق بين الشعر واللي مش شعر، ده أمة كلام. أم قال لك يقصدون بالشعر الكلام العذب المستميل اللي يأثر في المشاعر والوجدان ولو كان نسبا. أهديا بقى ادرى فيها أصحاب الشعر الحر، يجيبوا بقى كلامه وخياله مش عارف ايه، انما مش لا منظور ولا ايه ولا مقطع. والشعراء يتبعهم الغاوون. ما معنى الغاوي؟ الغاوي هو الضال. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ الذي يقوم هام على وجهه أي سار إلى غير مقصد بدون ترتيب، هو ماشي كده زي على ماكنة اسمه ايه؟ هام. فلان هام على وجهه، هام على وجهه يعني ملوش ايه؟ ملوش مقصد في حاجة، هايم كده. وجدت فلان يقولك ده فلان ده هايم في الدنيا، ده هو ده له هو حد عارفه تجزة دي مش كده بيقولهم ولا ايه؟ ده هايم في الدنيا. ألم ترى أنهم في كل واد، احنا عارفين ان الوادي هو المنخفض بين جبلين وده كان محل السير للعرب ومحل وجود شوية الأشجار والبساتين والمية والبتاع. ويقول في كل واد يهيم يعني ملوش هدف. يقول له صحيح الشعر كانوا فيه بتوع خيال، يجي يمدح واحد طمعان في خيره ما ادالوش الخير يصبح يزبه، يبقى ملوش وادي يمشي فيه كلمة حق وكلمة مثلا يمشي. المتنبي أو المتنبي في شاعر العرب والحكيم اللي مش عارف إيه يعني نضرب به المثل. كان في حاكم والي مصر هنا واحد اسمه كافور الإخشيدي. كافور الإخشيدي ده كان أسود وكان له كنية يسموه أبو المسك. اتنين أسود والمسك أسود، المنافقين قالوا له أبو المسك أنت أبو المسك. يقوم المتنبي لما يكون راضي عنه بقى وطمعان فيه يقول له انت ابو المسك، انت ابو كل طيب، ابا كل طيب لا ابا المسك وحده.
يا خراب ايه المعرة دي. وبعدين ايه يقول له في قصيدة تانية: قضى الله يا كافور انك اول. دي ربنا اظاهر وليس بقاض ان يرى لك ثاني. يا سلام كده للدرجة دي. لما ما ادهش طلبه قال ايه يا خراب مسك وبقى مسكي. أريك الرضا لو أخفت النفس خافية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية. أمينا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا أشخصا لحتلي أم خاجية. وتعجبني رجلاك في النعل. مهم لما يكون كده يبقى بيضة أو كده. إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حافية. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. ولولا فضول الناس هيقولوا له جئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجية. أقول لك ده اللي بمدحك وأنا بهجيك إنما الناس هيقولوا له. يبقى بيدل على إنه غبي ولا مش غبي. ألم ترى أنه في كل واد إيه ويجي يمدح الكرم والكريم ويطلعه التاني. الله متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. الله بيمدحه إنه كريم وهو بخيل. يمدح الكرم وهو إيه الحطاي البخيل ده. يوصف قصة واحد كريم ويجد الوصف بتاعها تمام. قال طب ما تسرق لك منه حاجة. الراجل اللي قاعد في كده وبعدين مش لاقي اكل ولا شرب وعنده عيال جعانين وقعد ثلاث ايام ما ياكلش. يقوم الحطيئه البخيل اللي هو اللي يقعد يشجعه على الايه على الكرم لدرجه انه وجع للكريم دي عايز يذبح ابنه عشان ياكل الناس. طب يا اخي ما تاخد لك عبره. يقول لك وفاوي سلاسل. قعد ثلاث ايام ما اكلش. عاصب البطن محزم ما فيش مرمل ارمل عليه امده اولاده. مال طاول ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن الرسمة. أخي جفوة فيه من الأنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعمة. وأفرد في شعب عجوزا إذا أها ثلاثة أشباح تقاله ببهمة. زي ما يكون معيز حفاة عراة مختزة وخبز ملة ولا عرف للبر مش خلق طعمة. ما للراجل ده اللي بالشكل ده الغلبان اللي مش لاقي حاجه دي. قال لك راى شبحا واحد وسط الظلام فراعه فلما راى ضيفا تشمر واهتم. انت هلاقي حاجه. فلما راى ضيفا تشمر ايه واهتم. وبعدين ابنه قال له ايه. قال له يا ابتي لا تعتذر بالعذر على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ذما. قال له اذبحني ويسر لهم طعمه. فقام ابنه لما رآه بحيرة يا أبت اذبحني ويسر لهم طعمه ولا تعتذر بالعذم يعني بالفقر على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ايه ذم. فبينهما لسه في الأخذ والرد من الولد عنت على البعد عانته سرد من بقر الوحش قد انتظمت من خلف مسحلها نظرة عطاشا تريد الماء. شو بقى كر وحش جاي سرب بحاله. فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أزمة فأمهلها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من كنانته سحمة. فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحمة. فيا بشره إذ جرها نحو قومه ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدنا وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم وما غرموا غرما وقد غنموا غنما. وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أمة. الله الراجل اللي بالشكل ده ولقى دي وعمل ديه بده يذبح ابنه. قال الحطيئة اللي يكرمه ويعمل فيه أصيلة. يبقى في كل واد يهمون ولا لا؟ في كل واد ايه والمتنبي اللي قال فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم طلعوا عليه
حب يفر. جه ولد كده قال له مش انت اللي بتقول فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ ام اختشى وراح يحارب فمات. قال ما قتلن العبد له هو اللي قتله. يبقى والشعراء يتبعهم الايه؟ الغاوون. الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون؟ يمدح الكرم وهو ابخل من الموت، ويمدح الشجاعه وهو بايه؟ وهو جبان. ليه دول؟ لان في بقى جماعه شعراء كانوا بيتكلموا عن سيدنا بالشكل ده. عبد الله مثلا ابن الزبعره ومسافع الجمحي، دول كانوا بيقولوا شعر في النبي عليه الصلاه والسلام، ولما بقى يعلو ذمه في النبي يقوم الضالين والغاوين ينبسطوا بقى يقولوا قول كمان قول كمان، بيذم في النبي بقى. يتبعهم الغاوون يتبعهم الايه؟ الضالون. الشعراء من المسلمين انتصروا لرسول الله، فلما سمعوا الكلام ده قالوا يا رسول الله كل الشعراء كده؟ أم قال لا اقروا إلا الذين آمنوا. يبقى مش انتم إلا من بقى؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، اللي هو مين؟ اللي هو كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ايه؟ ابن سابق. قالوا يا رسول الله احنا هنبقى فيهم؟ قال إلا الذين ايه؟ آمنوا، أبي واحد، وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. كل دول كما يزموا في الإسلام انتوا ايه؟ دول ايه؟ يمدحوه. وانتصروا من بعد ما ظلموا، يقولوا على النبي حاجة هم يردوا عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصب لحسان منبر وقال له قل وروح القدس معك، اهجهم وجبريل معك. وقال لكعب ابن مالك اهجهم فإن كلامك عليهم أشد من رشق النبال. وخلاهم يقولوا في المسجد يقولوا شعر. ليه؟ لأنهم دخلوا في الاستثناء. إلا من بقى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، مجدوا الإسلام ومجدوا الحق ومجدوا الرسول وإلى آخره، يردوا على دكم. وانتصروا من بعد ما ظلموا، مش قالوا كده هاجوا الناس. ولذلك ايه لما قال لنبي سفيان اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاه. وكلمه وانتصر من بعد ما ظلم يعني مش هم سفها كده يبتدوا من كلام، لا، وان عاقبتم فاعاقبوا بمثل ايه؟ ما عوقبتم. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللي ظلم ربنا بده يعمل له تنفيس عن نفسه عشان ما يتعقدش ويقعد يكبت، لانه لما يقعد يكبت هيجي ينفجر وانفجاره يبقى شديد قوي. فلما يقول له كلمه يتريح ايه؟ تريح نفسه. والشعراء يتبعهم الغاوون اللي هم الضالين، لانه بيأيد مذهبهم في الحياه، وما دام يؤيد مذهبهم بشعر والشعر عندهم ده الوزن قوي. والشعراء يتبعهم الغاوون. والدليل على ذلك الم تر انهم في كل واد يهيمون، يعني لا يحكم منطقهم مبدا ولا خلق، بل يحكم هواهم المبدا والخلق. يحب يمدح، يكره ايه؟ يذم. الرجل اللي جم عند النبي عليه الصلاه والسلام وبعد ذلك كانوا جايين الاثنين زبرقان بن مدر وعمرو بن الاهتم مش عارف، وبعدين واحد منهم قال ان فلان ده سيد القبيله والرئيس واللي مش عارف ايه كم جمله كده، فالتاني قال والله يا رسول الله انه لا يعلم مني فوق الذي قال، يعني هو عارف عني حاجات كتير انما يعني كلها الكلمتين بس كده. فالتاني قال اما والله وقد قال ما قال فانه لضيق العطل أحمق الأب لئيم العم والخال. شوف الأول قال إيه والتاني قال إيه. ووالله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، يعني أنا مصيب في الاثنين ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت،
ووالله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال سيدنا رسول الله: إن من البيان لسحرا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا أبشر وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وبعد ذلك ختم الله كل هذا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المنقلب والمرجع يعني بكرة يعرفوا المرجع بتاعهم هيكون إيه. ولذلك هناك الصورة اللي اتكلمت عن المجرمين لما يقعدوا عادوا الرسل: إن الذين أجرموا إيه؟ كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشعراء يتبعهم الغاوون، لأنهم يزينون لهم معاصيهم فيسرون بهم ويتبعونهم. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون يمدحون مرة ويذمون مرة ويصفون الكرم بالصفة الحسنة ثم يبخلون ويصفون الشجاعة ثم يجبنون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فاستثنى الحق سبحانه وتعالى شعراء المؤمنين الذين يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، كعب بن زهير، كل اللي دفع عن الإسلام. قال: إلا الذين آمنوا وأدي وحدة وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في أشعارهم لينبهوا الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان فيلتفتون إليها، وانتصروا لرسول الله من الذين هجوا وانتصروا من بعد ما ظلموا. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ظلموا ممن؟ من الذين وقفوا أمام دعوة رسول الله إيذاء له وكيدا للمؤمنين به وعزلا له ولآله في الشعب واعتمار على قتله إلى أن هاجر. كل دي أشياء ظلم ولا من ظلم؟ هؤلاء انتصروا بعدما ظلموا. الحق سبحانه وتعالى: والذين ظلموا. قال لك: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلمة أي منقلب يعني المرجع، المنقلب هو المرجع. قال لك: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأنه يتوعدهم بأنهم سيرجعون إلى شيء يؤذيهم. مش بس انتصر المسلمون عليهم من بعد ما ظلموا، لا، ده في الآخرة لهم إيه؟ قال لك تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سين، إحنا عندنا مرة يعلم الذين ظلموا يعني في الحال، س يبقى بعد مدة شوية بسيطة، سوف يبقى بعد مدة إيه؟ طويلة. الحق توسط في المسألة، قال مش هيعلموا دلوقتي لأن يكفي وانتصروا من بعد ما إيه؟ ظلموا. سيعلموا يبقى لسه هتيجي بس مش دلوقتي، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. الله، يبقى إذن أي منقلب أي أي مرجع يرجعون ساعة ما يبهمه يبقى دليل على أنه شيء عظيم، أو العبارة لا تؤدي مأذاه. سيعلمون أي نتيجة أو أي نهاية ينتهون إليها. يبقى لما يجيب النهاية هيحددها بألفاظ، إنما دلوقتي عمل فيها إيه؟ سبها مبهمة. عشان إيه؟ ولذلك لما يجي الحق: فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني حاجة إيه؟ ما تنقلش، حاجة كبيرة قوي. فإذا ساعة يعظم يبهم، علشان إيه؟ نتصور على كيفية واسعة شديدة قاسية.
المنقلب في ذاته هو المرجع، لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته، وإنما ينقلبون ويرجعون إلى أي شيء. فإن كان إلى سوء يبقى صحيح منقلب سيء، طب وإن كان إلى حسن يبقى منقلب كويس. ألم يقل سحرة فرعون حينما غلب موسى فقال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم ولا إلى أن هدد. ماذا قالوا؟ لا ضير. ليه؟ لأننا إلى ربنا منقلبون وحناخد الجزاء. أنت بقتلك لنا هتحرمنا الدنيا الفانية، ولكن ربنا هيستقبلنا في حياة إيه؟ يبقى إن المنقلب هنا يحمد ولا يذم؟ يحمد. هنا بقى هيبقى منقلب إيه؟ يذم. في مرة يظن أصحاب الشيء أن انقلابهم إلى ما يفرح، وما علموا أنهم مخطئون في هذا الظن، هينقلبوا إلى ما يسوء. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. حصل حوار بينه وبين الثاني، قال إيه؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من الحاجات اللي أنا فيها دي منقلبة. هو فاهم كده، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا، أي من الجنان ديول بتاع منقلبة. نقول ده أنت جاهل، لأن المنقلب هيبقى سيء. يبقى فهم منقلبا، والله يعد له منقلبا إيه؟ منقلبا آخر. والانقلاب إلى الله والمرجع الله إنما يفرح به من آمن بالله وعمل صالحا، لأنه سيعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق سبحانه وتعالى. مثلا سيقول إيه؟ الله يأمرنا حين نركب المطية ونستوي على ظهرها كده وهتحمل أثقالنا وتحملنا إلى بلد لم نكون بالغيه إلا بشق الأنفس. ماذا قال لنا؟ إذا استويتم على طول إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. تحمد ربنا على أنه سخر لك هذا. وما كنا له مقرنين، إحنا مش مطيقين إننا نروضه. ده بيجيب الجمل العاير ينيمه، والفرس اللي الشرس يعمله يركبه. الله، مين اللي ذللها دي؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم. يبقى هم ما كانوش يقدروا يزللوها. ولذلك احنا قلنا مرة أن الذي يزلل الجمل وينيخه الصبي ويقومه بالحمل ويعمل كده مش عارف ايه، إذا جاء له تعبان صغير قد كده يفزعه. طب ليش معنى الكبير ده؟ ما أم قال لك هذا زلله الله وذلك لم يزلله الله، علشان نعرف ان المسألة مش ايه؟ مش شطارة مني، لكن بتذليل الايه؟ بتذليل. وقلنا اكثر من التعبان، حتة برغوت قد كده اهو يجي له في الفراش ويتنطط له ولا يعرف يسيطر عليه، برغوت قد كده. يبقى ليه؟ لان ربنا ما زللوش. يبقى اذا تقول ساعة ما تركبه قول سبحان الذي سخر لنا هذا، اشكروه. ليه؟ وهتقولوا الكلمة دي ليه؟ وإنا إلى ربنا إيه؟ لمنقلبون. طب وهي إيه العلاقة بين سبحان الذي سخرنا هذا وبين نقول وإنا إلى ربنا لإيه؟ إيه العلاقة؟ قال لك إحنا سننقلب إلى الله، وهذا نعيم سنسأل عنه، وما دام نسأل عنه نعمل إيه؟ قال لك ساعة ما نتمتع بيه كده نشكر الله عليه، ونقول سبحان الذي سخر، وكل نعمة تشكر الله عليها لا تسأل عنها يوم القيامة. أديت حقك. أديت إيه؟ إذن فالمنقلب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إيه ينقلب. وجاب السين هنا لأنها حيجي المنقلب اللي هو في الآخر. قال لك ما يمكن السين دي تدي زمن طويل، نقول له لا برضو أنت غلطان في فهم السين. ليه؟ أم قال لك الله سبحانه وتعالى أخفى الموت ميعادا ما نعرفوش، سببا ما نعرفوش. ليه؟ قال لك حين يبهم ميعاده وسببه يقول لك انتظروا في أي وقت. فساعة ما أبهم يبقى أشد بيانا، لأنه لو حدد لعمر أقول أعمل اللي أعمله بعدين قبل ما يجي الأجل كده نبقى إيه؟ نبقى نتوه. إنما لما ما عرفوش انتظره في إيه؟ في أي وقت. يبقى ساعة أبهمه زمانا وسببا وعمرا يبقى بده يبينه عشان يفضل إيه؟ لأن الإنسان يمكن يفتح عينه كده ويغمضها تنتهي يموت.
يبقى إذن ينتظره في أي لحظة ولا لا؟ يبقى السن تطول ولا ما تطولش؟ ما دام في أي لحظة السن يمكن ما تطولش. وإذا مات مش هنقبل منه عمل ولا مفيش عمل بعد الموت، وهيدخل في الآخرة على طول، يبقى قريبة ولا مش قريبة؟ يبقى إيه؟ قريبة. وبعد ذلك يقول لك ايه، ما هو مده طويله من ايام على ما تيجي بتقوم الساعه. يقول ايه ليه يا اخويا، مش مده طويله ولا حاجه، كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحى. يبقى اذا الموت كلمه السن دي تقدر تنتهي حالا وسوف تنتهي حالا، هو مجهول لنا الايه الموت. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ايه انقلب. هذا وعيد، والوعيد فيه تهديد. يقول لك الله سبحانه وتعالى حين يضخم الوعيد، هو محب لخلقه، حتى اللي بيوعدهم بيوعدهم دلوقتي بعاذ عشان يتنبهوا ويرجعوا إلى الله، ويرجعوا إلى الله علشان ياخذوا رحمته. يبقى ربنا عايز يوزع مين؟ يوزع رحمته، مش يوزع جبروته. فإذا لما يوعدهم ويستد زي أنت تقسو على ولدك عشان يذاكر، تفتقسوا عليه ليه؟ والله إن سقطت سنة هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك. هل أنت عايز تعمل ولا عايزه يعمل إنه ذاكر علشان ما يوصلش إلى هذا؟ يبقى إذن الوعد بالخير خير، والوعيد بالشر خير، كل اللي يجي من ربنا خير. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن فالتسلية لمسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن اللي كان يقول لعلك باخع نفسك إيه؟ ألا يكون بلع، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، تعبان عايز كلهم يؤمنوا. قال له أنت عليك البلاغ مالكش دعوة. وبعدين جاب له مواكب الرسل وشاف الرسل انتصروا ولا ما انتصروش، اللي كفروا بهم تعذبوا ولا ما تعذبوش، دي كلها تسلية الرسول. ثم سلاه بأن كل قضية يقولها الكفار يرد عليه، كل حاجة يقولوها الشياطين تنزلت، يقول لك وما تنزلت به الشياطين. يبقى دي كله تسرية لسمين؟ لسيدنا رسول الله. ثم يختم التسرية بأنه يقول له واللي ظلم هنعاقبهم عقوبة. العقوبة دي بقى احنا مبهمينها أي منقلب علشان تبقى ايه؟ تبقى ضخمة، تبقى عظيمة، لأن الشيء إذا حدد هيجي على لون واحد، إنما لما ما يحددش يجي على ألوان متخيلة. ايه؟ لما يكون لك واحد غريب وقال لك ده قام فلان من الإسكندرية وتأخر ما جاش، بقاله 7 ساعات ما جاش، ما ظنك ظنونك تسرح، ايه اللي حصل؟ هو أخر السفر، العربية جرى لها حاجة، ولما يكون جرى لها حاجة هو راح عصوب، هو اتقتل، هو راح المستشفى. تقعد ايه تجيب الايه؟ الأوهام كلها، وكل وهم يرد على خاطرك بلزعة في نفسك. والواقع على شيء واحد، الواقع هيبقى ايه؟ إذن إبهام الأمر عقوبة، إبهام الإيه الأمر عقوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. منهج الله يريد أن يصوب حركة الحياء من الأحياء، ويريد أن لا يجري دم في جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد، فلا يدخل دم في جسد من عرق سواه، وإلا فسد المجتمع وظن كل قادر على الحركة بحركته، لأنه لا يطمئن إلى ثمار هذه الحركة أنها لا تعود عليه، ويغتصبها منه مغتصب بأي لون من ألوان الاغتصاب. فالقادر على الحركة يزهد في الحركة، والآخذ على البطالة يعود نفسه أن يجري في جسده دم من عرق غيره،
فتصعب عليه الحركة ويصبح كما نقول في التعبير العام بلطجي في الحياة. إذن فالله يريد أن يطمئن كل إنسان على حركة حياته، فلا يمكن أن يتلصص واحد على ثمرة حياة الآخر، لأنه إن كان قادرا ظالم، وإن لم يكن قادرا بل كان عاجزا، فضمن الله له في حركة حياته من حركة حياة الآخرين زكاة وصدقة وتطوعا. إذن لا بد أن تسلم حركة الحياة. فأراد أن يعطي الموازين الدقيقة، والموازين إن كان في المكيل أو في الكيل، إن كان في الميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولكن ليس معنى هذا أنها كيل وميزان فقط، بل كل أمور ترجع إلى تقدير عادل. ففي المساحات نقول برضو اعمل إيه، امسحها مسح كويس وقيسها قياسة كويسة دقيقة. ما دام قلنا في المكيل وقلنا في الموزون، طب وفي العدد برضو اضبطها في العدد، مش يبقى عايز 10 تديله 7 وتاخد 12، لا. يبقى اذا في كل مقياس شيء كيلا او وزنا او مساحة او عددا. واياكم ان تحلو في نفوسكم التلصص على حركة الآخرين بأي نوع من أنواع التسلط، فمرة يكون غصبا، ومرة يكون اختطافا، ومرة يكون اختلاسا، ومرة يكون سرقة. الألوان مختلفة من اغتصاب الحقوق، وفي فارق هي أخذ غير حق، بس وسائل متعددة كثير. اللي معروف عندنا السرقة أن تأخذ شيئا من شيء في مكان حرزه، يبقى دي اسمها سرقة، صاحبه مش موجود وخدته من الحرز. لكن في حاجة تانية، كل واحد فرش محله كده وحاطط سلعة قدامه، ويجي واحد هو قاعد بعيد عن السلعة ايده ما تطولش اللي هناك، يقوم يجي يخطف منه حاجة ما يلحقوش، اسمه قصف. لا طيب غصب، ام قال لك محطوط حاجة راح واخدها، ام صاحب الشيء مسكه فقعدوا ايه يتجذب. طيب اختلاس، ان يكون مامونا على شيء فيختلس فيه، اعطاء غير حق يرتشي. اذن اي وسيله من وسائل اخذ حق الغير دي ما يمكنش توجد في المجتمع. فاذا علم كل متحرك ان ثمره حركته مضمون له، وعلم كل غير متحرك انه يموت جوعا ما دام قادرا ان لم يفعل، دبت الحركه في كل الاحياء. وما دام تدب الحركه في كل الاحياء، لا يريد الله منا الا ان نعمل، لانه خلق لنا عقل هو اللي خلق، وخلق لنا ماده هو اللي خلق، وخلق لنا طاقه هو اللي خلق. فانا حركت بتعمل ايه؟ بتالف بين هذه الاشياء. افكر بالعقل المخلوق لله، في الماده المخلوقه لله، بالطاقه المخلوقه لله. يبقى انت لك عملك ايه؟ انت بتوجه موجود من الله الى شيء، وعلى اساسه تاخذ الايه، تاخذ الحركه. فقال اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، تنقصوها تغتصبوها كلها، تتصرفوا في حاجه مش حقكم. كل دي الامور دي بيمنعها من المجتمع كله، عشان المجتمع يبقى مجتمع سعيد. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. احنا قلنا المخسر زي تقول لفلان انا فلان اربح فلانا، يعني ايه؟ يعني جاب له ربح. طب وفلان اخسر فلانا، يبقى جاب له خساره. ما تكونش من المخسرين الذين ايه يخسرون الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. الحق سبحانه وتعالى جاب كلمة عامة في قوله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. عصية زي تعبة، عصية تعبة، يعصى يفعل، تبقى عصية يعصى يعني أفسد، أو عصى يعصو أي أفسد. طيب ما دام قال ولا تعصوا أي لا تفسدوا،
وبعدين قال مفسدين ولا تعسوا في الأرض حالة كونكم مفسدين. طب ايه اللي يعني جد ليه ما هي تعسى بمعناها لا تفسد؟ أما قال لك لا، لأن فيه فرق بين إفساد شيء وأنت لا تقصد إفساده، إنما حركتك أفسدته، إنما ولا تفسد وأنت قاصد الإفساد، علشان ما نمنعش الناس تفكر في الأمور ونقول لك نجرب دي ونعمل دي، هو ما قصدوش إفساد. يبقى لا تفسدوا حال كون نياتكم في الإيه؟ في الإفساد. إنما ما نقولش بقى إننا نوقف عقول الناس، واحد يجرب حاجة وما عندوش نية إفساد، إنما هو جرب ما نفعتش، يقول لك لو كان ليس في نيته الإفساد وقاصد صلاح الحركة الله وحده يصوب خطأه. يقوم يعوضه في حاجة ثانية كده، علشان ما نوقفش حركة الحياة. ولا تعسوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا وأنتم قاصدين إيه؟ الإفساد. طب وهي الأرض نفسدها إزاي؟ ما إحنا إذا أفسدنا الأرض بنفسد المتحرك عليه، لأن الأرض مخلوقة للإنسان، والأرض وضعها لمين؟ للأنام. وما دام قال ولا تعسوا في الأرض مفسدين، فكأن انتوا اللي هتجيبوا الفساد. زي ما قلنا امبارح، الارض مخلوقة على هيئة ايه؟ الصلاح. انت اللي هتفسدها بقى. واستدلنا على كده بان الفساد لا يطرأ على شيء ليس للانسان فيه حركة، انما كل الفساد بيطرأ على ايه؟ على شيء للانسان فيه حركة. الفلك الاعلى اللي ما بنطلوش ما فيش فيه افساد، ليل ونهار وشمس وقمر ومطر ومش عارف ايه وريح، انا نفسدها. انما نفسدها بايه؟ بحاجات تانيه. انا مطلوب مني انني ايه؟ انشاكم من الارض واستعمركم فيها، ما استعمرش واسيبها خراب، ويقعد اللي يطلع لي كده من الخصب اللي موجوده ويقضيني، ولما يكثر الناس يضيقوا بي. لو انني مشيت اصلاح الارض واستثمارها كما يسير النسل في الزياده، ما كناش نضرب الحكايه دي. كل ما يجي الناس يزيدكم ان احنا سبقنا بالحركه. انت لما تمشي طريق الصحراء تجد ايه دلوقتي؟ تجد ارض وخضره وزراعه وعماله ويقول الله كانت فين دي من زمان؟ ازاي احنا اللي كنا كسلانين؟ احنا اللي كنا وقعدناش افتكرناهاش لما عضينا الجوع وضاقت بنا الارض. لو اننا تمشينا مع كثره السكان بكثره حركه كان ما نشعرش بحركه الايه؟ السكان. وياريت نسيبها كده، ده احنا نسعى فيها افساد. المية مثلا اللي بتيجي في النيل، ان المية بتنزل كده من السماء مقطرة. شوف انت لما تجيب شوية مية كده وتقطرهم في الاجزاء كان عشان تجيب مية مقطرة، اهي المية اللي نازلة من السماء دي مقطرة. ليه؟ لان مسطح المية اللي موجود في الكون الشمس عمالة تدي فيه حرارة وعمال يتبخر. معنى التبخير يعني ايه؟ اهو التبخير هو التقطير، بيطلعها كده وبعدين ينزلها ايه؟ صافية. وتنزل على فين؟ تنزل على الجبال، الجبال زلط وصخر ومش عارف ايه، ما فيهاش ابدا اي حاجة. وتنزل في المجاري، مجرى الماء، مجرى النهر، ما فيهاش ابدا اي حاجة. وبعدين بقى احنا نعمل بقى ايه؟ نروح مسيبين عليها مجاري البلد، ونرمي فيها القذرات، ونرمي فيها العادي. او انت عمدت الى شيء ايه؟ كان صالحا في ذاته فافسدته. نيجي ندور على نفع الحاجة العاجل ولا ننظر إلى ضررها الآجل. صحيح أنت عملت لي يا سيدي سيارة كتر خيرك، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. إنهي بقى اللي ربنا قال عليها كده؟ الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال لك أهديا ملهاش عادم يفسد الجو والبيئة. انت جبت سيارة صحيح ريحت، ريحت المواشي يا سيدي، انما اتعبت اللي المواشي مسخرة له، وعملت عادم في السيارة عشان واحد يركب سيارة يروح مشوار يفسده في الارض بانه يركبها، شكم بتاعها بايظ والمشاع بتاعها بايظ وتطلع دخان علشان الواحد يقف يشم ومش عارف. واللي بيعمل العملية دي بقى يبقى راكب كده ومبسوط قوي من زعبوبة الدخان اللي ايه؟ اللي مالية الناس، لانها مش هتحصل ايه وما هو قدام ماشي وهي من ورا. نقول له احذر جيدا ان ربك قيوم. انت عملت كده غيرك هيعمل فيك كده ويعمل في ولادك. هتقعد انت برضو تيجي سياره قدامك وتروح عامله لك العمليه دي، ونقعد نفسد في الجو
نوضب السيارات قبل ما ننظم الطرق عشان سيارة تمشي مشوار، شوف بقى تصير تراب قد ايه، وتعمل بقى في رئة الناس قد ايه، وتعمل في الزرع قد ايه، والحد والناس الله. إذن ده إفساد ولا مش إفساد؟ ليه؟ قال لك لأننا بندرس عاجل النفس ولا ندرس إلى إيه؟ إلى آجل الضرر. ده من نوع من الإيه؟ من الإفساد. كل شيء يخرجه عن صلاحه يقول لك إن كنت مجتهد لازم تجتهد بمقدمات سليمة، تقول أنا هعمل دي عشان أركبها وهركبها بها بوقود. الوقود ده يبقى له عادم ولا ملوش عادم؟ العادم ده شكله ايه، ضار ولا مش ضار؟ طب اتغلب عليه ازاي؟ قال لك اضبط آلاتي وشكمان يبقى مظبوط، والاحتراق يبقى مظبوط، وكل حاجة. الله، يبقى اذا ان ما عملتش كده تبقى افسدت ولا لا؟ يبقى ولا تعسوا في الارض ايه مفسدين. تعال بقى يجي واحد يقعد يقطع طريق، واللي ماشي في الطريق مثلا واخد متاع واخد اشياء ومش عارف ايه، قطع الطريق ان المتلصص قاعد والمأخوذ منه هو اللي جاي عليه. طب والمغير؟ المغير بالعكس، المغير هو اللي ماشي رايح لمين؟ للمغار عليه. يبقى مرة انت تخلي الصيد بتاعك يجيت وانت قاعد في الطريق كده رصيد له كده، ولكن المغير يهدوكها قاعد في امل اللي هدوكها ايه؟ هدوكها يروح له. الله، يبقى ده افساد في الارض ولا مش افساد في الارض؟ مأمون على شيء، تلتفت تلاقي بقى اختلاس وهيص ومش عارف ايه، او ايه في ايدك مصلحة للناس ثم تعملهاش الا نترشيه. الله، كل دي. ولذلك كل نكبة في الكون تحدث من اي جهاز من الاجهزة، ثق ان فيه بقى ايه، تسيب وعدم انضباط، وما عادش واحد عايز يقضي شغله الا خد فلوسه. المرتب الان بقى امر لازم، ده ملوش دعوة، المرتب ده ايه لازم، ده ملوش دعوة دي، انما عايز تقضي حاجتك بقى شوف شغلك. الله، طب ده مجتمع يبقى ازاي دي؟ واللي يعمل، والواحد ان عمل في واحد كده يقوم يستحل ما يعمله، ويقول لك ما هو عمل فيا كده، ما انا بقى اعمل انا باخر. تبقى المسألة فوضى ولا لا؟ المسألة تبقى فوضى. يبقى ده ولا تعصوا في الارض ايه مفسدين. ما شاء الله يا مولانا. واتقوا الذي خلقكم. الله، لكني اوعى تفتكر ان ربنا خلقنا عبث كده وحيسيبنا على حل شعرنا. ده خلقنا لمهمه، وخلقنا كلنا سواء بالنسبه له، عبيد بالنسبه له، وكل الناس بالنسبه له سواء. ولذلك لم يتخذ لا صاحبه ولا ايه ولا ولد. لا، مش ما عندوش مراكز قوه، لا صاحبه تقعد تقول له لا دي كذا، ولا ولد يجل ويعمل، ما فيش حاجه من دي خالص. كلنا بالنسبه له ايه، ما دام خلقكم يبقى لازم يعمل فيكم ايه، لازم يرعى مصالحكم، وكل واحد يرعى مصالح اللي ربنا اداله عجز عن الحركه يديله مصلحته، ربنا ينظر له ليل عين البركات والمضاعفه، لانه هو مخلوق لله. من اللي خلق المعوق ده ما يقدرش يشتغل؟ من الذي خلقه؟ الله. وما دام خلق هو لازم عليه يرزقه. طب يرزقه ازاي؟ قال له ايها المتحرك ادي لنا ايه؟ يقوم قال لي خلي المتحرك اللي جاب حاجه يدور على المحتاج. فكأن الفقير المحتاج مش حاجة احتراف بقى، حاجة حقيقية، شرط في الغني الواجد. يعني من شرط الغني انه لازم يدور على مين؟ على الفقير يديله. يقوم الفقير يقعد ويجيله ثمرة حركة الغير. يقوم لما يقعد الفقير مش بلطجة، يعني فقير عن حق مش قادر يكسب، يوم لما يقعد كده ولا مش قادر يكسب ويجي له الرزق من الواجد، ماذا يقول؟ موقفه يكون ايه؟ يدعي للواجد بالبركه، يدعي له بالعافيه، ويعلم ان ربنا ما خلقوش واسلمه، وبل اقبل بالعكس، قاعد كده مطمئن كده، وصاحب اللي بيجي يدي الزكاه قاعد يتعب ويجيب ويجيب ويروح ايه يوديله. الله، يبقى يسخط على ربنا؟ ما يسخطش. انما لما الغير يظن الواجد يظن على المعدل، يبقى ايه؟ ده يسخطه على الله. طب وانا ذنبي ايه اللي انا عملت ايه؟ ازاي؟ ولذلك الذي يستر على الله بلاءه ربنا يسخر له عافية غير مبتلى. سخرها في واحد مثلا يبقى عنده ولد معوق، تقوم يجيبه شايله مع من الضيق عشان يروح على صاحب الحاجة ويعرضه كده، اقول له وولد يعمل لي رجله كده انها مقطوعة، وواحد يعمل لي مش عارف ايده انها مش عارف ايه، يقول له يا اخي انت بتشكو ربك للخلق؟ لو انك سترت على الله بلاءه لانه نعمه،
لو سترت على الله.